تحية طيبة متابعينا الكرام، أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في لقاء جديد وموضوع جديد، وغادي نستضيفوا من خلاله عدة الشخصيات اللي غادي نحاولوا نناقشوا من خلال هذا البث المباشر عبر قنوات الحوار بريس، أشواقع وبلانكا بريس، وأيضا بلازواق بريس. غادي نحاولوا نناقشوا فيه قضايا الأساتذة المضربين يعني، وغادي نستضيفوا إن شاء الله عبر قنواتنا هذه السيد سعيد بن نار، عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر التعليم بالمغرب، وكذا الأستاذ بوشعيب الحرشي رئيس الفرع أو رئيس الفيدرالية الإقليمية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وكذا السيد حسن الحتيمي رئيس الجمعية المغربية مطقيش أرضي للدفاع عن الحقوق والحريات. إذا أهلا وسهلا بكم سادتنا الكرام، ان شاء الله غادي نحاولوا بكم غادي نحاولوا نناقشوا هذا الموضوع ديال الاساتذه المضربين. كنعاود نرحب بكم باسمي وباسم الاطقم الصحفيه كلها. السلام عليكم. السلام. غادي نبداو مع الاستاذ سعيد بن نار، يعني عضو التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم بالمغرب، لمناقشه هذا الاضراب. سي سعيد، كتقديم اولي، اشنو ممكن توصل للمشاهد الكريم عبر هذه القنوات هذه كتقديم اولي، وكيفاش كتشوفوا التصور، وكيف فين وصلت الامور ديال الاضرابات ديال الاساتذه اللي كتعرفها بلادنا هذه الايام؟ اولا السلام عليكم، تحيه للقنوات الاعلاميه الحاضره معنا، ومن خلالها تحيه للساده المشاهدين. معكم سعيد بن نار، عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب. كنتمنى أن هذا اللقاء ديال اليوم يكون محطة ومناسبة لتوضيح مجموعة من المغالطات ومجموعة من أخطاء اللي تروج الآن على رجل التعليم باعتباره رجل فوضوي، رجل من هواة النضال، وبأن الدولة فاتحة باب الحوار ورجل التعليم راه هو اللي ما باغيش يمشي للحوار وما باغيش الحكومة. هذه كلها مغالطات. كنظن على انه اخر تصريح السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة كيقول لا حوار الا مع النقابات، ولا تراجع عن النظام الاساسي اللي كنعتبروه حنا النظام الاساسي المجحف او النظام الاساسي المشؤوم. اذا بالنسبة لنا كأساتذة نعتبر على أننا متواجدين بالشارع باسم التنسيقيات التي ننتمي إليها، وتنعتبر أن هذه التنسيقيات هي الممثل الآن والشرعي لمجموعة من الأساتذة، إلى جانب حتى النقابات التي وقعت على مضمون النظام السابق فهي تراجع الآن وتشارك وتنخرط في هذه النضالات. إذا هذا كان تقديم، وسننتظر تساؤلاتكم لتوضيح الرأي عنه. اذا غادي نحاولوا ان شاء الله نشوفوا الاستاذ بوشعيب الحرشي بصفته كرئيس فيدرالية جمعية وطنية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب. كيفاش كتشوفوا سي بوشعيب هاد الإضرابات يعني ديال الأساتذة المضربين، وخصوصا كتجي في هاد الآونة اللي هي في عز كما نقولوا حنايا الفترة ديال الامتحانات اللي كتعرفها أو اللي كيعرفوها مؤسسات بالمملكة المغربية؟ السلام عليكم، تحية لكافة ممثلي المنابر الإعلامية للصحافة الإلكترونية. المدرسة العمومية هذه خمس سنوات هي على ايقاع مجموعه ديال الاضرابات. يمكن هاد السنه هي تشكل سنه استثنائيه بالمقارنه مع السنوات اللي عرفت واحد الشلل تام او ما يسمى بزلزال اصاب المدرسه العموميه، بحيث اصيبت بشلل تام، بحيث انه كانت انتظارات ديال الاسر وديال الاباء وديال الامهات انه انطلاقا من هذا الحوار اللي كان لطال مده سنتين حول النظام الاساسي، اللي كانت انتظارات انه غادي يجاوب على عدد من الاشكالات اللي كتعرفها المدرسه العموميه. للاسف النتائج ديالو ادت الى شلل تام بالمدرسه العموميه، وكان التوقف ديال الدراسه، وكان واحد الهدر الزمان المدرسي غير مسبوق في المدرسه
العموميه اللي في نظرنا يصعب تداركها، لاننا نحن الان في الاسبوع السادس ديال الاضرابات، تجاوزنا خمسه الاسابيع الان نحن في اطار الاسبوع السادس ومازال الاضرابات مسلسله، وبالتالي كيطرح التساؤل ما مصير هذه السنوات الاشهاديه وبالخصوص السنوات المصيريه، يمكن السنه ديال الباكالوريا، ما مصير هذه السنه الدراسيه. بالتالي الاسئله موجهه للوزاره الوصيه، لانه الوزاره الوصيه خصها تخرج باجوبه، ما مصير هذه السنه، كيفاش غنعوضوا هذا الزمن المدرسي، ما هي الامكانيات المتاحه، لانه الان كتبان لك بان سنه بيضاء تلوح في الافق، والجيل والحلقه الاضعف في اطار هذا الشد الحبل ما بين الساده الاساتذه والقطاع الوصي هو التمهيد اللي كيبقى واحد الرهينه، وبالتالي تجاوز الرهينه اصبح ضحيه، حيث انه الافق تلوح في واحد السنه بيضاء، ويمكن نجيو في النقاش، نعم النقاش انه نشوفوا اشنا هي ما هي التدابير اللي ممكن تنقذ الموقف هذا في حاله ما بلغنا الحوار، وبلغنا ان الافضل الحوار من بعد النتائج الانيه غتكون كذلك واحد الصعوبات في استدراك الزمن المدرسي. نعم اذا شكرا سي شعيب على هذا التقديم. بالنسبه اللي حنا غادي ان شاء الله غادي نشوفوا مع السي حسن بصفتكم ايضا كرئيس لجمعيات اباء واولياء التلاميذ باحدى المدارس او كاطار تربوي، يعني انا غادي نهضر معك الان كحقوقي رئيس يعني الجامعه المغربيه ما تقيش ارضي للدفاع عن الحقوق والحريات، كيفاش كتشوفوا هذه الاضرابات ديال الاساتذه استاذ حسن؟ شكرا الاخ كريم، شكرا زملائي، شكرا الطاقم القنوات الموجوده في هذه المدرسه الصحفيه لتصحيح. انا جيت بصفتي كحقوقي رئيس الجمعيه المغربيه متقيس ارضي للدفاع عن الحقوق والحريات، بالفعل كما اشاطر الراي وكذلك اتمين ما قاله الاخوان، سواء الاخ السيد شعيب حصي رئيس الفيدراليه جمعية أباء وأولياء وأمهات وأولياء الأمور بالجديدة، وكذلك الأخ السي سعيد منار ممثل التنسيقية الموحدة. فالمسألة هي مسألة يعني كما يقال أن مسألة أصبحت الآن بيد الحكومة، يعني كنشوفوا هذه الوقفات الاحتجاجية وكذلك هاد المسيرات وهاد الاحتجاجات سواء امام الاكاديميات او امام المديريات او كذلك امام البرلمان او الوزاره، فهي وقفات مستمره، هو نظام مستمر، هو حركه مستمره، حركه نضاليه مستمره للاساتذه والاستاذات والاطر الاداريه والتربويه اللي كيعبروا على الحقوق ديالهم. فانا كحقوقي هذا حقهم وحق مشروع، ولكن ما نساوش على ان الضحيه وهو التلميذ اللي بالمدرسه العموميه. اليوم كنشوفوا التلميذ او كنشوفوا المدرسه العموميه اليوم يعني تستغيث، فكما قال الاخ شعيب ان شفنا واحد المده كاين هناك مجموعه من الاضرابات، ولكن هذا الاضراب كان يعني فريد من نوعه، وكان اضراب اللي هو اللي كان يعني مستمر. فأقولها وتحمل مسؤوليتي ان التعنت والعزرفه للحكومه غادي يخلي الا يعني واحد اثار اللي هو ضرر للتلاميذ والتلميذات المؤسسه العموميه. فنتمناو يكون واحد حل جذري من اجل فتح حوار جاد ومسؤول مع رئيس الحكومه لحل مشكل الاساتذه اللي نعتبره هاد الحلول او هاد المطالب ديالهم عادله ومشروعه. فكذلك التلميذ تو حق من الحقوق ديالو خاصو يقرا، راه ما عندناش مشكل ديال 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 الاساتذه، ولا مشكل ديال الوزاره اللي خاصها تحل المشكل، وان شاء الله نناقشوا هذا الموضوع في هذا اللقاء. وتحيه بالنسبه للاخوان، ما اولا مرحبا بكم في قناه بلاز واق تي في والقنوات اللي قدامكم نتوما. نوجه يعني سؤال اولا نمشي لعند السي عرشي، هل خرجت الفيدراليه ببلاغ على غرار باقي الفيدراليات؟
وإلى ما خرجتش يعني لماذا هناك لماذا هذا التأخر؟ الفيدرالية كانت سباقة بأن أعلنت على الموقف ديالها انطلاقا من باب التذكير، لأن الفيدرالية هي واحد إطار مدني وطني، عنده بعد جهوي وعنده البعد الوطني، ماشي بعد جمعية محلية. أن كان التعبير ديالها على المستوى الوطني كانت سباقة في إصدار بيانات وبلاغات، كانت وجهت كذلك نداءات الوزير الأول الرئيس الحكومة من أجل التدخل وفتح حوار، كذلك كانت واحد العدد ديال الحوارات وديال اللقاءات، وكانت دعوة للوساطة لاستماع كافة الأطراف المعنية للتنسيقية للأساتذة. هذه المبادرة كان صرح بها الأخ العقور الرئيس الوطني في إطار سياق ديال أدوات الوساطة، ولكن كما عبر هو كاين واحد النوع ديال الصعوبات نظرا لانعدام الثقة ما بين هذه الأطراف، وبالتالي بعد المسافة مما صعب هاد المهمة ديال الوسط. شي الحرشي يعني واش خرج شي بلاغ ديال الفيدرالية ولا ما خرجش؟ هادشي اللي بنعمل خرج بلاغ ما توصلناش به حنا نزودوك به نزودوك به ماشي مشكل. المهم حنايا حنا على حسب سميتو ماشي مشكل. للتوضيح اسمح لي الأخ كريم للتوضيح أكثر، الأخ ربما ما السؤال ديالو الجواب ديالو قال الأخ لأنه فيدرالية يعني فرع من هي وطنية، ويعني الأم فيدرالية الأم يعني المركزية صدرت بلاغ فعلا توزع تقريبا في جميع المناظر على أساس تستنكر وكذا وكذا، وطلب حتى من الوزارة باش تدخل لأجل حل المشكل، لأن المدرسة العمومية كتعاني وكذا إلى آخره. صراحة كان بيان شفناه ماشي غادي نجاوب الأخ، ولكن كتوضيح أنه كان واحد البيان أو لا بلاغ ربما كان يعني في مستوى، ونتمنى إن شاء الله يكونوا بلاغات ويكون هكا من أجل وجود واحد الحل جذري. وتحية للأخ كريم. ندوزو للسي سعيد اللي هو عضو التنسيقية الموحدة اللي هي التدريس والدعم بالمغرب، موقفكم من رفض النقابات المركزية النقابية الجلوس مع وزير القطاع؟ قبل ما نجاوب الاخ على السؤال ديالو سانطلق من ما انتهى منه الاخ حرشي باعتباره ممثل فيدرالية وتيدافع على كيف يتكلم باسم اباء وامهات اولياء التلاميذ. انطلق من واحد الكلمه مهمه، قال هذه السنه هناك شلل تام. هذا اعتراف من عند الجمعيات ديال الاباء فعلا انه كاين هناك شلل تام بالمدرسه العموميه، وهذا مخالف ارقام وتصريحات اللي كتقول الوزاره ان نسبه المشاركه ديال المضربين تتراوح ما بين 20 و40. اذا هذا يكذب جميع البلاغات والتصريحات والارقام اللي كتدير بها الوزاره. بالفعل حينما نتكلم عن هدر الزمن المدرسي بالنسبه للتلميذ، من المسؤول عنها؟ من اخرج هذه الشغيله التعليميه للشارع؟ هل الشغيله التعليميه من هوات النضال؟ هل خرجت بمحض ارادتها؟ ام ان هناك سبب؟ ومن يتحمل ومن وراء هذا السبب؟ اذا تنظن على ان الوزاره الوصيه عن قطاع التعليم هي المسؤوله، هي التي اصدرت نظام اساسي مجحف في الوقت اللي كانت الشغيله التعليميه تنتظر نظام اساسي على الاقل يرجع الوضعيه الاعتباريه للاستاذ، ينصف الاستاذ باعتباره اولا هو مدرس. هنا غندخل المهام، لانه هذا من بين المشاكل اللي جاب هذا النظام الاساسي، جاء في واحد البند ديالو فيما يخص المهام. فاحنا تنعرفوا على ان المهمه ديال الاستاذ هي التدريس والتقويم ومعالجه صعوبات التعلم، وكان يقوم بمهام خارج اختصاصاته، حيث ان المدرس او الاستاذ او والمعلم كان يقوم بدور الطبيب النفساني، المصلح الاجتماعي، السباغ ديال الاقسام، الأنشطة الموازية، حتى الأدوات واللوازم كان في بعض اللحظات كتكون من جيبه، وهذا الشيء كان كيديره بمحض إرادته. الآن بالعودة إلى النظام الأساسي
ولينا كنلقاو مساله الزاميه. الى ما درتيش الانشطه الموازيه العقوبات، الى ما شاركتيش في العقوبات. الحديث عن العقوبات يجرنا على في هذا النظام لنتكلم عن صفحه ونصف من العقوبات. ما كاينش شي قطاع في الوظيفه العموميه اللي عنده هذا الكم من العقوبات، قد تصل هذه العقوبات حتى الطرد من الوظيفه. كيف يعقل على ان استاذ جاي للقسم وجايب هذه النفسيه مخلوع، راه ممكن يتعرض، ممكن غير وشايه كاذبه ممكن يوصل. المساله الثانيه هو كثره، انا كنعتبر كثره الدراكيين اللي ولاو ديال الوزاره على راس الاستاذ، انطلاقا من بعض المديرين اللي كيجتهدوا اكثر من اللازم، مفتشين واو. هاد السلطه وتعدد السلط، لماذا على هذا المدرس اللي هو مربي الاجيال وهكذا. مساله اخرى باش نعاود نزيد نفصل في هذا النظام الاساسي، هذا النظام الاساسي من اخطر ما جاء به هو ان العنوان ديالو جاء ليوحد هيئه التدريس، ليوحد الاسره ديال التعليم. واذا به في الماده الاولى، هذه الماده الاولى تدعو الجميع خروج الشارع واحتجاج عليه. إذا كانوا الوزارة كتقول أنه موحد، حنا كنقولوا راه يجسد التفرقة. باقي كنتحدثوا على أطر الأكاديميات اللي تنسميهم حنا أساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ونتكلم على أطر الوزارة. هاد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واش كتعرفوا الرقم ديالو شحال؟ 140 ألف أستاذ يشتغل، وباقي عندنا ديك العقلية مكتوب غير بقلم الرصاص في أي لحظة الرئيس المباشر اللي هو المدير ولا. المساله الثانيه هو بالرجوع، وهذا ماشي كلامنا حنا، فقهاء وخبراء في القانون تيقولوا على ان هذا النظام الاساسي جاء باش يحول الموظف من اللي هو الاستاذ اللي كان في الوظيفه العموم الى مستخدم، كان يخدم عند الباترونه. وإلا مشينا في التدرج غنلقاوه يضرب المدرسه العموميه، يضرب المدرسة العمومية في العمق. وكاين واحد المجموعة كذلك ديال النقط، باش ما نتسماش حتى كثر الكلمة، كنتسنى دائما نتفاعل مع الإخوة الحاضرين وكذلك مع الأسئلة ديالكم. فيما يخص المسألة ديال النقابات، وهذا سؤال كان وجيه، واش شنو هو الموقف ديالنا من خروج النقابات ورفضها للحوار؟ هاد النقابات راها جلست على طاولة الحوار مدة سنتين، أكثر من 50 جلسة مع اللجان التقنية. وجاء النظام الأساسي مخيب لآمال هذه النقابات التي وقعت، أو النقابة التي لم توقع. نتكلم عن النقابات الأكثر تمثيلية. فكيف يعقل المشاركين في صياغة هذا النظام الأساسي يرفضونه؟ فما بالك الآن الحديث عن التنسيقيات أو عن إطارات أخرى. هذه مسألة تنظن على أنه الآن واحد نقابتين، لكن نظن أنهم رجعوا لجادة الصواب، لأننا في محطة موعد مع التاريخ. الفرصة مواتية باش ترجع المدرسة العمومية للبريق ديالها. احنا ملي كنتحدثوا على المدرسة العمومية بالمقارنة مع القطاع الخاص، ملي تنجيو للسنة الإشهادية الأخيرة اللي هي البكالوريا، نجد على أن نسبة المتفوقين والمنتمون الى المدرسه العموميه تفوق بشكل كبير ما هو خصوصي. وحتى الحديث عن القطاع الخصوصي راه يجرنا على ان الاساتذه المتواجدين بهذا القطاع اللي هو القطاع الخصوصي تربوا وترعرعوا، بل خسرات عليهم الدوله المغربيه تكوين في القطاع العام، ويشتغلون في القطاع الخاص بالترخيص. نستروا عليها، راه بالترخيص. من لا يشتغل بالترخيص فليتحمل مسؤوليته. وممكن على انه ندخلوا في السؤال. السلام عليكم سي سعيد، سي شعيب، سي حسن، تحيه لكم قناه بلانكا تي في. عندي سؤال غادي يكون شامل بالنسبه لي للتنسيقيه ولا لجمعيات الاباء ولا الحقوقيين. وكاينين جوج الاسئله غادي نخليهم بالنسبه للسي سعيد، سي سعيد عندي ويتكال معاه. السؤال الاول هذا ديال الجمعيات، السؤال يعني لكم كلكم الاساتذه كلهم. حنا تقريبا قربنا من شهرين ديال الاضراب، ياك
قربنا من شهرين ديال الاضراب، حنا على بعد يعني خطوات قليله من كتفصلنا تقريبا شهر ونص او شنو هو على الامتحان الموحد ديال السادس. يعني هنايا التلميذ كنتسائلوا اش قرا هاد التلميذ اللي غادي نعطيوه حنايا اللي غادي نمشيو نديو للموحد، غادي يمشي يعني غادي يبقى غادي حتى الموحد. واش الاضرابات غتبقى مستمره؟ ملي غادي استمرت هاد الاضرابات هاد الدري اش غادي نعطيوه؟ شنو الاسئله غنعطيوه؟ وهو اش من باجاج عنده اللي خدم في المدرسه باش غادي يجاوبنا؟ هنا كنقولوا كذلك قبل ما نراعيو كما قال السيد شعيب، قبل ما نراعيو التلميذ انه قرا او ما يقراش، فقبل من التلميذ كاين الاب كما كاين السيد شعيب ولا السيد حاتمي انهم رؤساء جمعيات اباء اولا واولياء ثم التلميذ ثانيا. هنا هاد الاباء هادو قبل من الدخول المدرسي حنا كنعرفوا ان المدرسه العموميه كيمشي ليها شكون اللي كيمشي ليها؟ كتمشي ليها الطبقه الضعيفه الفقيره او الطبقه المتوسطه، اما الطبقه الميسوره فراه بطبيعه الحال كتمشي للمدارس الخصوصيه. فهاد الاب هذا او ام كتكون هجاله فملي كي تجي الدخول المدرسي حنا كنعرفوا الثقل المادي والمعنوي والفكري اللي كيأرق الوالدين قبل من الدخول المدرسي باش يشريو وليداتهم شكاير، باش يشريو وليداتهم ادوات، باش يشريو وليداتهم حويجات، باش يكون ذاك الوليد يعني تا هو بحالو بحال كرانو يدخل للمدرسه. فيعني كما كنقولو حنا بالدارجه كيكحتو كينحتو الشانطي باش كيجمعو دوك الجدريالات باش كيشريو. فاذا بهم هاد السنه كيتفاجئوا باش كيتفاجئوا بدخول مدرسي من مورا حطه مدرسيه ثم بعد ذلك هلم من الاضرابات المدرسه توقفات. هذا سؤال كنوجهو لكم، واش حنا يعني ماشي واش راعينا لهاد الاباء، واش راعينا لهاد الوليدات؟ هذا سؤال موجه اليكم، واش كتنطيو الى والا كنتو غادي تنطيو غادي نكمل الاسئله ديالكم. السؤال بالنسبه للسي سعيد كنقول الاضراب هو حق مشروع يخوله القانون والدستور والمواثيق الدوليه. بالموازات كنوجدوا بانه هاد الناس هاد المضربين حنا اولا حنا يعني لسنا لا مع ولا ضد، حنا في الوسط المجال الصحفي كما كتعرفوا انه كما كنقولوا حنا بالدارجه كيبلغ الخبز الفرع، ما تيكون لا مع الطرف ولا مع الطرف. الاضراب حق مشروع حنا متفقين معكم، ماشي غير بالنسبه لكم نتوما كمعلمين ولا اساتذه، بالنسبه للعمال، بالنسبه لجميع الموظفين في جميع القطاعات. ولكن كنجبر بالموازات معاه من طرف الحكومه كنجبر قطاعات، هذا هو المشكل اللي بغيتك تهضر عليه. يعني سؤال اخر هو في حاله يعني في حاله عدم توصل الى حلول كما قال السي شعيب، قال لك حنا كنشوفوا بانه فهمتي يتظاهر لنا في الافق سنه بيضاء، حنا كنقولوا حنا ما كنتمناوهاش. في حاله عدم توصل الى حلول جذريه مع الوزاره، واش الاساتذه عازمين على انهم يقلبوا هما كتنسيقيات كنقابات على شي حلول ويمكن التلاميذ من انهم يديروا، ام ان الاضراب غادي يستمر؟ شكرا. إليك الكلمة سي بشحال. هو المدخل ديال أي إصلاح هو تثمين الموارد البشرية. أي إصلاح في أي مجال، ملي كنجيو الاختلالات ديال المنظومة ديال التربية والتكوين، من ضمن من خريطة الطريق كانت حدات الآفاق على المستوى التلميذ، لا على مستوى الأستاذ ولا على مستوى المؤسسة في إطار البنية ديالها. الإشكال المطروح الآن كاين زلزال صاب المؤسسه التعليميه، شلل تام، هذا الزمن المدرسي غير مسبوق، كما شفتوا مثلا كيفاش غيدوزوا الناس هاد الامتحانات، التلميذ كل شيء كيقول لك الدفاع على المدرسه العموميه، الدفاع على التلميذ، المصلحه الفضليه للتلميذ، ولكن كيبان لنا التلميذ مغيب، التلميذ صبح راه هنا، الان مثلا هاد التلميذ مشات هاد السنه كلها ضاعت، جيل كله ضاع، ها هو جا معطوب، جيل معطوب، جيل ديال كورونا معطوب في التعلمات ديالو، ها الان هاد الاضرابات هي غير مسبوقه في تاريخ
في تاريخ المغرب، بحيث ملي كنذكروا على الزمن المدرسي افتراضا كاع رجعت المدرسه الان، راه كنذكروا على 6 الاسابيع كانت واحد القاطعه ديال الاستمراريه البيداغوجيه، ملي كتجي التلميذ ما بقاش عنده علاقه مع المدرسه، كيما ملي كان في العطله كيجي يلا يدخل بدا كيستانس لينا واحد 15 يوم ولا 20 يوم كيبدا يستانس تدريجيا كيدخل، الان كاين واحد لا كوبيور، كاين واحد القاطعه باش ثاني نعاودوا نسترجعوه باش ندمجوه راه كاين واحد الصعوبات. ملي كنجيو مثلا على مستوى كيفاش غنستغلوا الزمن المدرسي، الان راه كاين مقرر وزاري اللي كينظم لنا السنه الدراسيه، اش غادي يقرا واش غادي يقرا واش غادي من مين الى كاين واحد الزمن المدرسي. ملي كنتذكروا تاع الدعم المدرسي، راه كاين الفرق ما بين الزمن المدرسي والدعم المدرسي. الدعم المدرسي راه يمكن كندعموا التلاميذ في التعلمات ديالهم، كنقول اودي في اطار هذاك المقرر الدراسي راه كاين واحد التعثرات هنا يمكن نديروا التدخل في المجال باش نساعدوا هاد التلاميذ. الان كيبان لك المدرسه المغربيه غادا بايقاعين، الجناح ديال التعليم الخصوصي كيشتغل بواحد الوتيره والشلل التام في المدرسه العموميه، وبالتالي اين هي تكافؤ الفرص ما بين هاد المغاربه؟ لانه كيبان لك هنا كيغيب التكافؤ ديال الفرص ما بين هاد. كاين واحد المجموعه ديال الاسئله مطروحه ما يمكنش غادي يجاوب عليها، لا غنجاوب عليها لا انا ولا غنجاوب عليها التنسيقيه، خص الوزاره هي اللي هي المؤهله تجاوبها. هذا المصير ديال السنه كيفاش غنديروا هذا الدعم، كيفاش غنديروا اعاده النظر في المقرر الوزاري في الاطر المرجعيه، لان مطروحه واحد المجموعه ديال الاسئله اللي موجهه للقطاع المعني انه يوضح للاسر. هذه اسئله كطرحها في اكثر الاسر، ما مصير هذه السنه افتراضا كاع استانفه الدراسه، اشنو الجانب الاجرائي اللي غنديروا؟ هذا الاسلوب الاول تقريبا قرار مثالي، اشنو فاش غنمتحنوا الدراري؟ فاش غنمتحنوا؟ راه كاين واحد العدد ديال الاشكالات اللي هي تربويه ومن المفروض فيها واحد العدد ديال الجانب الاجرائي اللي خاص انه الوزاره انها تجاوب عليه. مازال في المطره ديال كورونا كان عندنا التعليم عن بعد، على الاقل كانت واحد الماده خام يمكن من خلالها تجي تمتحن التلاميذ، والان كاين اللي ما عمروش شافوا الاشكال. وكانت الصيغه الملتبسه ديال الاضراب ساعه، وهذا هو اضراب مستمر اللي كتجي المؤسسه ما كيقراو حتى حاجه، ماشي ديك الساعه الصباح ساعه ولا شي ما كاين حتى حاجه، كدور في المؤسسات النهار كله ما كيقراو حتى حاجه. ديك الساعه الصباح ساعتين كذا، ولكن ملي كتجي على مستوى التعلمات ما كاين حتى حاجه، كتلقى التوقف التام على مستوى المؤسسات التعليميه، وبالتالي كيبان لك هذاك كما شرط الهضر هو غير مسبوق. السي سعيد ربما باقي السؤال موجه للاستاذ سعيد. السي سعيد دابا هذا السؤال الاول اللي وجه اللي جاوبنا عليه كان مشترك هذا ما بين السي حسن، ولا عندك السي حسن عندك شي اضافه على الاضافه على السؤال ديال التلميذ؟ بالنسبه للسي شعيب الزميل الجواب ديالو كان في محله، وبالنسبه للتلميذ كنشوفوا ان التلميذ اليوم هو الضحيه، كل يعني الاستاذ من حقه يدير اضراب، الاستاذ من حقه يطالب حقوق ديالو، الدستور المغربي والمواثق للوطنيه والدوليه تخول ليه الوقفات الاحتجاجيه والمسيرات وكذا الى اخره، هذا حقه ما نناقشوش فيه، ولكن المشكل اللي خصو يتناقش هو علاش السؤال المطروح، علاش الوزاره ولا الحكومه بصفه عامه، يعني الوزاره ربما تفاديناها ياك الاخوان، ربما الوزاره حاليا رغم ان مؤخرا خرج السي الطابي العالمي رئيس المجلس ديال البرلمان الغرفه ديال البرلمان تيقول بان الملف هذه يومين مازال الملف عند وزير التربيه والتعليم السي بن موسى، احنا ما كيهمناش الملف عند الوزير، اهم المهم ديالنا هو خصهم يلقاو حل او حلول جذريه اساسيه بواحد يعني واحد شي حاجه استعجاليه، هذا مصير ديال البلاد، هذا مصير ديال الشعب، هذا مصير ديال جيل من الاجيال اللي ربما كما قال الاخ والاخوان راه كيشاطروني الراي، اننا عشنا واحد الفتره ديال كورونا، عشنا مشكل هذا ديال مؤخرا ديال الزلزال اللي تقريبا واحد المجموعه ديال المدارس ومشاكل
عشنا عاشوا المغاربه وشفنا التضامن ديالهم وهذا والى اخره. زاد هذا الدخول المدرسي جاء متعثر من خلال الاضرابات اللي كانوا كيقوموا بها المدراء وكذلك الاطر الاداريه اللي كانوا كيطالبوا المشكل ديال قانون الاطار، كذلك واحد مجموعه ديال الاضرابات، مجموعه ديال المشاكل اللي كان من المفروض الوزاره تحل المشكل. الحكومه انا كنشوف انا ك حاليا يعني اصبحنا او اصبحت انا يعني هذا المشكل تناقشوه وتنعود نناقشوه جميع الاخوان سواء جمعيات مجتمع مدني حقوقي اعلام تتكلموا فيه. ما فهمتش واش هاد الناس باغيين غير يلهيونا على باغيين يمروا، راهم مروا من مجموعه من كحكومه مجموعه من القوانين بما فيها الماليه بما فيها قانون ديال اللي تمرر ما نذكرش المهم مؤخرا واحد مجموعه ديال الامور اللي تمرت. ربما هذا الشيء غايتين اللي غايتين في نفس يعقوب ما فهمناش علاش وسطو على المطروح علاش الحكومه ما خداتش المبادره وتقول لك انا سيدي في وعود كاذبه خلال عيبان الانتخابات ديالهم كانوا على الاقل ينفذوا غير واحد ذاك البرنامج ديالهم برنامج انتخابي واحد جزء بسيط لان هذه البلاد ديال واحد مش نقول لك واحد الشعب اللي مسالم واحد الشعب اللي كيبغي الامن والامان والاستقرار وانت تحبوا بلادنا وتحبوا اولادنا تحبوا مالكنا تحبوا يعني ما كيطلعش شي واحد الحمد لله مغاربه كنطمنوا في اي عيب ولكن جينا لك حكومه واش هاد الناس معانا مع هاد الشعب ولا ما فهمنا والو السؤال كيبقى مطروح لانك كانوا هاد الناس كيحبوا بلادهم وهذه كانت تحمل شويه ديالها كنا حبوا بلادهم ويحبوا بلادهم كنا حلوا المشكل لان هذا المشكل ديال الاساتذه هو حقهم حق من الحقوق ولكن ما نساوش ان الناس اللي ضايعين والناس اللي الضحيه هم التلاميذ والاباء والامهات وهذه الامور اللي هذه المدرسه العموميه لان كنشوفوا المدرسه الخصوصيه تقرا والمدارس العموميه متوقفين من اجل الاضرابات راه شيء يندلها الجبين فنتمنى ان شاء الله الاخوان راه اخواننا تبارك الله راه عندهم مجموعه من النقاط نزيدو نناقشو شويه لان هادشي اللي خصنا ماشي غير حنا اللي كنتكلمو فيه وعند مجموعه ديال الاخوان تكلموا ولكن حنا بغينا نوصلوا الرساله للجهات المسؤوله المعنيه باش تحل هذا المشكل باش ما نبقاش يتناقش لان حتى عندنا خصوم ديال البلاد ديالنا عندنا الناس اعداء ديالنا تيحسدوا هذه البلاد لان هذه البلاد يعني كما نقولوا سالت مع الماضي وجات اليوم مع واحد العهد جديد واحد دستور جديد واحد يعني واحد ديناميه جديده في اطار يعني واحد القوانين والحقوق حنا كنشوفوا هاد البرامج ديال هاد الناس ديال الحكومه ما طبقوش منها ولا واحد جزء بسيط منها فنتمنوا الاخوان ان شاء الله يناقشوا الموضوع كما ينبغي. شكرا سي حسن سي شعيب اللي جاوبنا على السؤال الاول كاين باقي لنا سي سعيد السؤالين ديالك. السؤال غنجاوب عليهم. انا تنظن هاد المحطه ومثل هاد المحطات هما ضروريين وخصهم يتكتبوا. علاش؟ باش نوضحوا واحد المجموعه الاشياء للراي العام انها مغلوطه. اولا حينما تحدث على ان التلميذ هو الضحيه فيجب ان نعلم على ان 95% ديال اسره التعليم ابنائهم في القطاع العمومي. 95% ديال اسره التعليم ابناء ديالهم في القطاع العمومي. وتكلمت في السؤال ديالك على ان ابناء الطبقه الفقيره هل تظن على ان الاستاذ الذي يتقاضى 5000 درهم ينتمي الى الطبقه المتوسطه راه اقل من الفقيره؟ ونقول لك علاش. لان الاستاذ اللي كاري ب 2000 درهم وكيدير لانافيت ما بين 1000 درهم حتى 1500 درهم اش غيبقى ليه بعدا باش يعيش؟ واش هذا يقدر يهز ولده ويديه للمدرسه الخصوصيه؟ في هذا الباب ديال المدرسه الخصوصيه نعلم تقريبا الارقام تشير الى انها تقريبا 16% اللي كيقراو في الخصوصي اللي تيقراو في المدرسه الخصوصيه اكثر من 80% هما كي في المدرسه العموميه. ما المسؤول عن الوضعيه؟ ليس الاستاذ. الاستاذ راه ماشي هو اللي خرج النظام الاساسي، راه ماشي هو اللي دار الشلال، راه كان كيشتغل في وضعيه مزريه ومع ذلك قابل على الوضع.
وحينما نتكلم على هذا النسب راه نشوفوا هذه المدارس الخصوصيه فين كاينه، كاينه في المدارس الحضاريه، في المدارس القرويه كاين التعليم العمومي واكثره في التعليم الابتدائي، والاغلبيه تسكنوا في هذه المناطق النائيه اللي كيكون بعيد على مقر السكن ديالهم اكثر من 200 كيلومتر، واش غايدير لانافيت؟ كيقدر يسكن في هذاك المكان. اذا الوقت ديالو ملي تيسالي التدريس راه تيدير الدعم بالمجان مع ابناء هذيك المنطقه. ورجل التعليم حينما تحدث، لانه هذا هو الخطاب، من يؤسس المواطنه هو رجل التعليم، راه اللي تيعلم النشيد الوطني هو رجل التعليم، اللي تيعلم الرسم ديال الرايه والنجمه هو رجل التعليم، اللي كيعطي اللبنه الاساسيه للمهندس والدكتور والطبيب والجميع القطاعات هو رجل التعليم. مساله اخرى، رجل التعليم الان في هذه المرحله التاريخيه تيحس بالحقره، كيف يعقل على ان قطاعات اخرى كتعطي شهرين منحه اضافيه بحال قطاع وزاره العدل، والفلوس تبقى داخل على رجل التعليم؟ راه زعما اشياء ما كنطالبوش بشي حاجه تعطى زعما شي فارق على العداله الاجريه بحال هذا القطاع بحال بقيه القطاعات. الاخر دابا في رجال التعليم عنده الاجازه، فالاجره ديالو تساوي الان واحد رجل الامن ولا كذا اللي خدام بالتاسعه اساسي. اذا هذا جانب. فيما يخص الاقتطاعات، دابا كذلك نوضحوا الراي العام، راه كل يوم نقوم بالاضراب ما تنتقاداو عليه والو، وهذا عكس ما ينص عليه الدستور. اذا كان الاضراب حق دستوري تضمنوا لنا الدستور والمواثيق الدوليه، علاش دير لي العمل الاجر مقابل العمل؟ واش انا في القطاع الخاص؟ اكثر من ذلك، هذا عدم الاستجابه، شكون اللي بغا؟ واش عيطوا للتنسيقيات وعيطوا للنقابات وبغيتو تجاوبوا؟ ما كاينش حوار، كاين ربح للوقت من اجل الله اعلم تمرير قوانين واخطرها هذا قانون الاضراب. راه نرجعنا لقانون الاضراب الان الذي يطبخ على نار هادئه، غادي يكون من اخطر القوانين اللي الان ستمرر وغادي تعطي اكثر، غتعطي احتقان اكثر. مساله اللي بغيت كذلك نشير لها، علاش غير بالضبط رجل التعليم ملي تيدير الاضراب راه هو المخطئ؟ علاش ما قلناش في قطاعات اخرى ولي اكثر حساسيه؟ علاش ملي داروا الاطباء والممرضين الاضراب وفي الوقت اللي المواطن الصحه اهم شيء، المواطن داير عمليه جراحيه، هذوك من حقهم يديروا الاضراب ومن حقهم ان يسولوا للمضعيف ورجل التعليم لا؟ اذا هذه الاسئله كتطرح الهدف مستهدف اللبنه الاولى هو رجل التعليم، هو التلميذ المغربي، جوج هو المدرسه العموميه. ما كايناش اراده حقيقيه سياسيه من اجل اصلاح، راه من نهار بدينا حنا كنسمعوا اصلاح 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 اصلاح، الحكومه اللي جات تتحدث الاصلاح، مخططات كثيره واللي تهدرت فيها اموال كثيره كانت ممكن تسول لنا بزاف الاشكالات، ها المخطط الاستعجالي، ها واحد المجموعه ديال 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 دي المخططات اللي كانت عباره عن عناوين تنبداوها وفي الاخر ما كاين وما كيتحاسب عليها حتى واحد. هذا هو الخطير. ملي تنجيو تنهضروا الان على النظام الاساسي، النظام الاساسي باش نفهموه كاع اكثر راه جا انا تنقولها باش يدار من خلاله اصلاح صناديق عفوا التقاعد عن طريق رجل التعليم. ناس اختلفوا اموال ديال هاد الصناديق، وباش نعالجوا المشاكل خاصنا نوقفوا لرجل التعليم، لانه 300,000 رجل تعليم، نوقفوا اكثر، نوقفوا لهم الزيادات ونوقفوا كل شيء باش ربما نحلوا هذه المشاكل. وادماج هذه الصناديق راه كتدخل في البلد، وهذه من اخطر ما كاين، راه رجل التعليم في هذا النظام ما باغي يقعد ولا سمير لا كل شيء غيمشي لك. اذا هذه اشياء اللي صعيبه اللي بالنسبه لنا ما يمكنش نقبلوها وسنستمر. طرحتي واحد السؤال، كيفاش لا تستاجرك الحكومه علما انها هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال الهدر المدرسي؟ لانه من اللي شافت خرجوا رجال التعليم بالنسبه ديال 150,000 واكثر استاذ في مسيره الرباط، تستجيب على الاقل الحوار ونبداو نناقشوا على الطاوله. عدم استجابه بل خروج وزاره بواحد المجموعه ديال التصريحات مستفزه، بالعكس كتقول رجل التعليم
وضرب في ما بغيتي. اذا واش كتظن ان رجل التعليم اللي 6 اسابيع هو في الشارع غادي يرجع بدون اجوبه على المطالب ديالو؟ ما يمكنش. ولو الاقتطاعات، الاقتطاع اللي كيتراوح ما بين 200 درهم كيقدر يوصل حتى 500 درهم على حساب السلالين، راه في كل يوم نضرب ما تنتقاداوش، ما تناخذوش. كاين شي واحد ما باغيش يتخلص، كاين شي واحد ما باغيش يخدم، راه المكان الطبيعي ديالنا كاساتذه هو القسم، ليس الشارع. المكان الطبيعي ديال، واول المستفيدين هما الابناء ديالنا، راه كما قلت 95% ديال رجال التعليم ابنائهم كاينين في المدرسه العموميه، ماشي في القطاع الخاص، لان يعني ما عندناش باش نقراو الابناء ديالنا في القطاع الخاص. هذه اشياء خاص المواطن المغربي يفهمها. ومعركتنا، معركة المدرسة العمومية ماشي هي معركة الأستاذ، هي معركة الأستاذ، تنسيقيات، نقابات، أحزاب سياسية، مواطن مغربي، فيدرالية وجمعية الأب. الجميع يجب الآن أن يصطف في وجهة واحدة لمواجهة من يريد تخريب المدرسة العمومية. وأي واحد كيزيغ على الصف فغنقولوا أنه ضد هذا الوطن. البلاد ديالنا كما قلنا سابقا ونقولها في جميع التصريحات لا تحتمل مزيدا من الاحتقانات. البلاد ديالنا هي في حاجه، عندنا خصوم، كاين محيط اقليمي غير مستقر، كاين مجموعه اشياء. خاصنا نرجعوا للوطن ديالنا وخاصنا نبنيوا الوطن ديالنا وما نخلوش فرصه لاعداء الوطن والمتربصين بنا انهم يستغلوا هذا. اذا حنا تنقولوا ماشي الاستاذ، ماشي جمعيه الاباء، ماشي المسؤول، هو من يسير الشأن العام الان، الحكومه شخص احزابها والوزاره الوصيه بيان سور. وفي هذا الباب كنقولوا اللي خرج هذا النظام جوج حوايج، اما لا علاقه له بالقطاع ديال التعليم، اما راه جاي بنيه مبيته كما قال بعض المفسرين فهد انه خبير في الاجرام باش يحط هذا النظام الاساسي بهذا الشكل وبهذه البنود وبهذه السيره. سعيد. إذا لك السي حسن واحد النقطة نبغي نشدها، هو ملي كنقولوا تيمي الضحية حنا ماشي موجهين لهذا، هو كيكونوا المدرسة العمومية هي واحد المرفق عمومية، واحد الخدمة عمومية، بالتالي هي واحد الحق دستوري ديال الأطفال أنهم يكون يولجوا للمدارس. هي كذلك المواثيق الدولية كتضمن لهم كذلك هذا الحق اللي هو معطل الآن، لأن واحد الخدمة عمومية معطلة. وبالتالي التلميذ ماشي يبقى عر راهينه ولا ضحيه. نعم. ولا ضحيه ديال هاد شد الحمل ما بين طرفين. حنا ما كنجادلوش الان في مشروعيه المطالب، ولكن راه كاين واحد الحصيله، كاين واحد النتيجه تلميذ وقف التعلمات ديالو، كاين هضر زمن دراسي ديالو، بالتالي الافق ديالو مظلمه ديال المسار ديالو، بالخصوص ملي كنتذكروا على سنه اجهاديه ديال الثانية بكالوريا، اش من المسار ديال هذو الوليدات؟ الآن بحال الآن ما تنخصوا على النقاط ديال المراقبة اللي هي تشكل جزء من معدل العام، بالتالي هذا إشكال. الإشكالات ملي كنقولوا راه ضحية، بغيتي بغض النظر على من نحمل المسؤولية، الدور ديالنا كنقولوا ودي راه كاين مشكل، راه التلميذ هو الضحية في إطار هذا الصراع. إذا السؤال الموالي الأساتذة الكرام لقناة بلا زواق تي في. انا قناه بلا زواق تي في كنشكركم على هاد النقاشات اللي هي كتوصل يعني المتابعين والمشاهدين ديال جميع القنوات والجرائد اللي موجوده هنايا. بالنسبه عندي ثلاثه الاسئله. السؤال الاول غادي نديرو عند السي حسن الحاتمي باسم رئيس الجمعيه المغربيه قيش ارضي الدفاع عن الحقوق والحريات. ما هي مقترحاتكم العمليه لانقاذ من ضياع الموسم من جهه؟ بالنسبه للسؤال السي الحرشي، السي الحرشي يعني رئيس الفرع الاقليمي للفيدراليه الوطنيه لجمعيات امهات واباء اولياء التلاميذ بالمغرب بمدينه الجديده، هل جمعيه الاباء قادره على احراج الوزير للرضوخ لمطالب هيئه التدريس؟ بالنسبه للسي سعيد بن نار عضو التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر التعليم، اين نحن من تكافؤ الفرص ما بين اضراب التعليم واشتغال الخصوصي؟ اين نحن من تكافؤ الفرص ما بين اضراب التعليم واشتغال الخصوصي؟
تفضل سي حسن. شكرا. السؤال الاخ قلت لي ما موجه لي كحقوقي، ما هي مقترحاتكم لانقاذ الموسم الدراسي في من خلال هذا الاضراب؟ تحيه للاخ كريم على هذا السؤال، تحيه لكل المتابعين المرات الاخرى. غير بالنسبه للاقتراح او لا راينا او لا طلب ديالنا، وهو بغينا الوليدات يقراو. لو بغينا الوليدات يقراو خاص المشكل يتحل من الوزاره. الوزاره بغات تحل المشكل خاصها تجلس مباشره مع الناس اكثر تمثيليه اللي هما التنسيقيات وكذلك النقابات الاكثر تمثيليه. هذه الوزاره هذه بالاضافه الى الحكومه الى زادوا واحد ربما واحد اسبوع ولا اسبوعين ربما تطور الامور الى اشياء اخرى. كنشوفوا يعني هذا الهضر في الزمن المدرسي، هاد الوليدات يعني ما بقوش وليدي الصباع كتفيق ولدك كان كيقول لك بابا كاين 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 اضراب، تجي مع جوج ونص يقولوا سير قول لك كاين اضراب. يعني هذا الشيء استمر واصبحنا يعني كما قلت سابقا وكما قالوا الاخوان التلميذ هو الضحيه. حنا ماشي ضد الاساتذه باش ما يديروش اضراب او لا ضد المطالب، بالعكس حنا كحقوقيين كنضامنوا مع الاساتذه تضامنا، نعلن تضامننا مؤازرتنا حتى تحقيق مطالبهم العادله ومشروعه. هذا في اطار مطالب حقيقيه العادله ومشروعه التي يخول لهم القانون والدستور المغربي. هادشي ما نتكلموش فيه. بالنسبه للامور اللي كنطالبوا بها، ولي دائما كتربويين وكحقوقيين واحد المجموعه ديال الاخوان اللي شفناهم اللي في الموضوع هذا، وهو ان هذه الحكومه، هذا سؤال يعني مطروح، السؤال الحكومه علاش ما بغاش تحل المشكل مع هاد الناس هادو؟ هنا ربما من خلال هاد الاسئله وهاد السؤال اللي طرحت، يعني انا ربما كاين مجموعه ديال 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 الامور، ربما اما هاد الحكومه عندها واحد النيه مبيته، يعني ديك القضيه ديال اللي كنقولوا بديك جر الحبل، عمليه جر الحبل، اما ربما ديك العجرفه ديالهم او لا ديك التعنت، اما كاين شي حوايج كما قالوا الاخوان كتوخ غادي يخرجوا لينا بها. وخير دليل ان الاضرابات ناجحه 100%، الوقفات الاحتجاجيه كانت حضاريه سلميه، يعني بواحد الطريقه اللي حتى لاحظنا في الاضرابات في يعني المسيره وسط العاصمه اللي هي عاصمه ديال المغرب مدينه الرباط، ولاحظنا الاساتذه الاضراب المسيره ديالهم اللي كانت سلميه وحضاريه ومنظمه بشكل يعني جيد، وهذا كيتبين من خلال علاش حكمنا على ان كاين المسيره وجميع المقاهي والمتاجر مفتوحه والناس يديروا التجاره ديالهم، الطاكسيات خدامين، ان الامور غدا ما كاينش شي مشكل، لان هادو اساتذه تبارك الله هما اللي كيربيو الاجيال، والاساتذه هما اللي قرروا هذاك الوزير، الاساتذه هما اللي قرروا هذاك الوزراء، هما ديك الحكومه الكل. ورغم ان شفنا مؤخرا قبل شفنا ذاك الشتم والسب والضرب وحتى الاعتقال الاساتذه اللي تعرضوا ليه، هذا تا هو هذا سؤال كبير، هذا شكون اللي عطى الامر ديالو باش يضرب هذوك الاساتذه اللي هما الناس سلميين اسنوا هازين هما سلاح اما وطنيين اكثر من ربما من ذاك اللي عطى الامر ديالو وتحمل المسؤوليه ديالو، لانه هذوك الناس كانوا يقولوا الخير يمشوا للحوار. احنا ماشي في وقت ديال 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 ديال, ديال, ديال العزرفه ولا ديال السب والشتم والاهانه، بالعكس احنا مع الحوار، احنا مع الحق، احنا مع القانون، تطبيق القانون والدستور. لذلك لاحظنا ان هذه المسيره هذه كانت ناجحه بكل المقاييس، وهذا كيعبر على ان ذوك الناس راهم كيطالبوا حقوق ديالهم، وناس سلميين وباغيين الا الحق ديالهم. فهاد الوقت ديال المسيره اللي كانت تقريبا 140 ولا 150 الف ديال الاساتذه اللي هما العدد ديالهم تقريبا 320 الف استاذ ولا اطر اداريه وتربويه وتقنيين بالمغرب بما فيهم الناس اللي ربما اللي يستافدوا ربما ما شاركوش في الاضرابات او لا، المهم انا ما عارفش الموضوع كيفاش، كاين بعض الناس اللي ما شاركوش. بالنسبه لهذه المسيره هذه كان من المفروض الحكومه تدخل وتحل المشكل معهم وسهل الامر، مطالب بسيطه، في كاين المشكل، عندنا مشكل
ديال واحد النظام اساسي كانوا نقاباتهم خرجوا كيتبرعوا من هذاك النظام الاساسي كيقولوا بان هذاك النظام الاساسي يعني كاين بزاف ديال الامور اللي ربما ما اتفقناش عليها، كاين شي حوايج كيقولوا بان تبرت، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيتبرعوا منها، التنسيقيات كيقول لك حنا ما حضرناش، بالعكس هاد التنسيقيات اللي كانوا خير دليل ان كنشوفوا التنسيقيات اللي ربما العدد ديال 36 ياك الاستاذ ولا 22 25 تقريبا تنسيقيه وطنيه، يعني كانت اكثر تمثيليه للحضور الاداريه والتربويه للتعليم. فكان من المفروض الوزير يتصل بهم يتواصل معهم او للحكومه في شخص الرئيس هما خلاو باش يتواصلوا معهم، وبعد ما شافوا المسيره نجحت جاوا لينا وخرجوا كيقولوا بتصريحات وتيقولوا لينا، واحد تيقول لك الا بغيتوا هاد الفلوس نعطيوها للاساتذه، يعني هما الناس ماشي طالبين غير فلوس، راه طالبين تسويه الوضعيه، كاين بزاف ديال الامور، راه كاين بزاف ديال المطالب اللي عندهم ومن حقهم، وكيقولوا لينا تيقول لك هاد الفلوس الا بغيتوا يعني ندوزوها للاساتذه، ربما هذا السي القجع والى مول الشكاره السي اللي وعدو معك ست مراسيم ولا ثمانيه، تيقول انا بغيتو الفلوس ندوزوها للاساتذه ما غاديش نعطيو لهاد الاسر. اذا بغيتي تصرع وبغيتي تخلق صراع بين الاسر والاساتذه، وهذه هذه راه افكار ربما جهنميه، هذه الخطابات خطابات جهنميه، وهذا التوقيف ديال سميتو ديال الاساتذه، وهذا العدم يعني عدم فتح حوار جات مسؤول، وهذا الشيء اللي كاين وصلت ليه المدرسه العموميه راه نعتبره جريمه، راه جريمه خصهم يتحاسبوا على هاد الناس، راه هاد الحكومه خصهم يتحاسبوا عليها، راه هما المسؤولين، هاد الاساتذه راه ما راه هذا حقهم، ولكن شنو الدور شنو الحق ديال سميتو، فين هو الحق ديال التلميذ؟ فين المدرسه العموميه؟ حق التلميذ هذا السؤال اللي كيطرح، راه من حقهم ولكن نشوف الحق ديال التلميذ على صدايع، راني مسؤول الاول والاخير وهي الحكومه، يعني الوزاره على راس الحكومه. السؤال الاخر يعني الموجه للاستاذ سعيد، تفضل الاستاذ ربما اذا انا بالنسبه لي اجابه على هذا السؤال فيما يخص تكافؤ الفرص ما بين القطاع العام والقطاع الخصوصي، فاش نتحدثوا على تكافؤ الفرص تحدثوا على البنيه التحتيه، عدم وجود مرافق عموميه يعني المراحيض، وعدم وجود بعض مجموعه ديال المؤسسات ما فيهاش حتى هذيك السبورات كتلقاها، باقي عندنا البنايات قرب المدارات الحضريه بريفابريكي. اذا تكافؤ الفرص خصو يبدا بعدا، اولا يبدا من البنايه، حتى التلاميذ، راه التلميذ ديال العالم القروي اللي كيجيب له فطور راه ماشي هو التلميذ ديال المدار الحضري، راه التلميذ ديال العالم القروي اللي تيقطع 5 كيلومترات او 6 كيلومترات وكاين تساقطات المطاريه، راه ماشي هو التلميذ ديال، اذا هذه المنطلق الاول. ولكن في هذا الباب رجل التعليم بالمدرسه العموميه بالمقارنه مع رجل التعليم بالمدرسه الخصوصيه هناك فرق كبير، علاش؟ ما عدا رجل المدرسه العموميه اللي عنده ترخيص يقري في المدرسه الخصوصيه، لان نفس الشخص بعد ما كنقولوا ترخيص ومساله، ف خصنا نفهموا ان القطاع الخصوصي بعدا معفي من الضرائب، ها واحد. جوج، ما باغيش يوظف ولاد الشعب ياخذ مجاز ويديكلاريه في لاسينيساس ويعطيه الحقوق ديالو كذا، خاصو يجيب، وانا كنعتبرو تواطؤ، يجيبو من المدرسه العموميه وترخص ليه الدوله ويقرا في القطاع باش هذاك المؤسسة الخصوصية تعفى من هاد الضرائب ومن هاد الحقوق وهذه مسألة واضحة. إذا تنظن على أنهم الآن كاينة نية مبيتة لجر ولاد الشعب المغربي نحو المدرسة الخصوصية، ولكن راه ما عندهمش الإمكانيات، راه هاد الحلول ما يمكنش تعطينا نتائج لا في المدى القريب ولا في المدى المتوسط، راه أبناء المدرسة العمومية خصوصا في المواد العلميه المهندسين والدكاتره كانوا ابناء الفقراء اولاد المدرسه العموميه، هذه ما اذا تكافؤ الفرص خصنا نسطروا عليه بالحمر، تكافؤ الفرص فاش؟ وهنا نقول واحد المساله،
حنا مجموعه هذا نقاش داخل عند الاساتذه وحاصل عند الاساتذه. علاه؟ لان دوك الابناء ديالهم راه كنا 95% من الابناء ديال رجال التعليم تاعهم المدرسه العموميه. كيفاش غنحلوا هذه المعضله في حاله اذا كانت النيه الحقيقيه ديال المسؤولين من اجل تفتح حوار وتحلل هذه الازمه راه كاينه حلول. حنا مستعدين نديروا الدعم بالمجان، نعوضوا دوك الساعات، ولكن ما يمكنش انا ساعه درتي لي فيها القطاع راك درتي ما خلصتينيش فيها وانا غنعوضها، ما يمكنش. غادي نعوض الساعات اللي انا كنتخلص فيها، اكثر من ذلك ممكن نشتغلوا حنا يوم الاحد، ممكن، ولكن تحيد لي هذا النظام الاساسي، هذا النظام الاساسي راه كما قلت اللي كتبوه خبراء في علم الاجرام الاداري. هذه مساله باش تفهموها، راه لا يعقل هذا من الماده 64 صفحه ونص ديال العقوبات، كيقول الاستاذ راه ماشي جيل سكينه. جاي ما كيفاش هو ما مستعدش نفسيا، ما مرتاحش نفسيا، جاي بواحد فواحد الوضعيه وبغيتي تكون المردوديه وتكون النتائج وتكون التشجيع، واش التشجيع بالكارتونه؟ راه سيدي التشجيع اللي عاطين دابا يعطوك واحد الكارتونه فيها لوحه الشرف، فيها تنويه، فيها كذا، واشنو الهدف منها الكارتونه؟ هو قال لك اسيدي تمسح لك بعض العقوبات ديك الخفيفه الا عندك توبيخ، عندك انذار، عندك هذه راه ما كتعامل مع رجل التعليم. وفي هذا الباب كما قال السي حاتيم راه رجل التعليم اللي قاد هذه المسيره الاحتجاجيه راه دار رجل التعليم المثقف اللي كيبني ماشي اللي تيخرب. ونزيد واحد المساله، راه ملي تنقولوا الهدف هو نربيو اجيال اللي تكون عندها الغيره على الوطن واللي تكون في كل ما حدقات الاخطار بالوطن كتلقى هاد الوليدات اللي تربي فيهم هما اللي غيكونوا في الواجهه. وكيفاش دابا هاد التلميذ اللي عارفنا دابا حنا المضربين وبدون نتائج غدا غنرجع ندخل القسم، شحال ربيو فيه؟ الخنوع، ربيو فيه الكذوب، ربيو فيه الخوف، بالعكس حنا كنربيو اجيال اللي لها القدره انها تبني الوطن، تدافع عن الوطن، ماشي كنبنيو ضباع للهدف نوصلهم للتاسعه ولا نوصلهم للبكالوريا ويمشي يدير التكوين المهني باش يخدم عند القطاع الخاص باثمان زايده ونعطيهم واحد الجيش. لا، انا باغي نخرجوا المهندس وباغي الدكتور وباغي رجل الامن وباغي الطبيب هذا هو الهدف، هذا هو العقليه ديال رجل التعليم الحقيقي المواطن، راه هذا هو الهدف ديالو. وهذا الشيء علاش كنضربوا على المدرسه العموميه. هذا تحياتي. تفضل سي الحرشي. قادره على احراج الوزير ديال القطاع للرضوخ لمطالب الهيئه التدريس. هيئه التدريس لها ما لها واحد العدد ديال الادوات اللي هي معبره، راه عندها 18 ديال النهايه ديالها، خدمه عموميه متوقفه، راه كاين 8 مليون ديال التلاميذ خارج الاسوار ديال المدرسه. كاين سنوات اشاديه معلقه. وبالخصوص الثانية بكالوريا، يمكن المستويات الاخرى باقي يمكن تستدرك المستويات الاخرى ديال الاعدادي وتاتا اعدادي، ولا بالنسبه الاولى بكالوريا ممكن تستدرك، ولكن الثانيه بكالوريا المقبله على المؤسسه الجامعيه المقبله على هذا راه اشكال يطروح. نعم الاستاذنا الكرام، غادي نوجه السؤال ديالي بصفتنا كقناه ديال الحوار بريس ايضا وبالنيابه على جميع الزملاء. السي حسن حاتمي بصفتكم كحقوقي ايضا، واش كتشوف معايا واش كاين يعني من اول لقاء او اول ما ترفض هاد تعني الرفض على هاد النظام الاساسي المسؤوم او النظام الاساسي كما يسمونه الاساتذه والاستاذات المضربين، كان تحل مشكل ان حنا في بدايه السنه عندنا مجموعه ديال الاكراهات. كاين مجموعه ديال الاكراهات، اولا هاد التلاميذ والتلميذات طلعوا فارغين، طلعوا فارغين بحكم الظروف اللي كانوا عاشوها، ابان المشكل ديال الكورونا كانوا تنخروا عن بعد، ورغم ذلك ما كانتش ديك الاستفاده حتى ربما حتى 30% ما كانتش مثلا، وكان واحد مجموعه ديال الاكراهات، زائد مشكل ديال كما قلت سابقا ديال الزلزال، زائد مشكل ديال التعطر ديال البدايه ديال الافتتاح المدرسي، زادونا مشكل ديال الاضرابات اللي كانوا ديال الاطر الاداريه التربويه الاول، ومجموعه من الاضرابات اللي تراكمت،
زاد المشكل مؤخرا لولا اضراب وطني مستمر خذوه الاساتذه والاستاذات والاطر الاداريه والتربويه للتعليم لمطالبهم العادله والمشروعه التي نعتبروا عادله ومشروعه. فالوزاره كانت تحل المشكل ملي كان باقي مشكل صغير عند الوزير. دابا انا كنشوف المشكل ولا كبر من الوزير، المشكل ولا كبير والمشكل مازال غادي كيكبر، لان ملي صبح تيخرجوا لينا واحد المجموعه ديال الوزراء ديال الحكومه وهاو تيقولوا واحد الكلام يعني ما يراعوش ديك ما انت كوزير منتخب معين بظاهر من طرف جلاله الملك، وانت كمنتخب كتمثل الشعب، انت كتمثل واحد المؤسسه، بالعكس خص ليك الصوره ديالها تبقى، انت خاصك تبقى ذاك الوزير اللي كنشوفوك ذاك الوزير ديال سواء ديال التربيه سواء ديال العدل سواء مسؤول ديال الماليه سواء وزير رئيس الحكومه. وهذا استفزاز، هذه استفزازات للمغاربه، هذا استفزاز للمغاربه. وثانيا كنشوف واحد المساله اللي هي اللي زادت اثرت يعني زادت افراد الكاس، وان وهو ان التنسيقيات كذلك بعض الانضمام ديال النقابات، وحتى النقابات الان داخلين بجانب التنسيقيات، يعني هذا التضامن وهذا يعني هذا الخروج الى الشارع والوقفات سواء داخل المؤسسه التعليميه او امام المديريات او الاكاديميات. ف ما كاينش شي واحد اللي في هذه الحكومه اللي غيقول لا نحلوا المشكل، هذا السير غادي كيصعد، فين بغي يوصلوا بينا؟ راه انا كنشوفوا هذا الشيء، ربما الناس راه سبحان الله العظيم اتقوا الله، اتقوا الله في هذا البلد، اتقوا الله في هذا البلد، اتقوا الله في هذا البلد، هذا الشيء راه غادي للهاويه، هذا الشيء راه ما يعني احنا ك ك ك كولاد الشعب وك كمغاربه بصفه عامه راه ما كينبغيش هاد المشاكل. وكنشوفوا المدرسه العموميه في هاد الظروف، وكنشوفوا التلميذ وضحيه، راه بغينا هاد الناس يرجعوا يقروا لينا وليداتنا، ولكن خاص الحكومه تحل المشكل معهم. وخاص كذلك كما قال الاخ والاخوان جميع التصريحات تيقول لك راه الا تحل المشكل راه غنلقاو، رغم ان فات الاوان ولكن غادي نلقاو الحلول الحمد لله بالدعم على المعنوي ولا الدعم كذلك المادي الدعم الدراسي. فان شاء الله نتمناو الرساله توصل، ونتمناو كل واحد يدير العمل ديالو اللي كيملي عليه القانون وكذلك الضمير ديالو، راه هذه جريمه امام القانون وامام الله تعالى. شكرا سي حسن. انا غادي ننطلق من حيث انك ذكرتي الهيئات والتنسيقيات والنقابات، السؤال اللي غادي نوجهه للسي سعيد، كيفاش كترى كتشوف يعني دور ديال النقابات؟ اولا قبل ما نجاوب على هذا السؤال حنطرح هذا السؤال، ما له المصلحه؟ ما له المصلحه؟ نعم. تخريب المدرسه العموميه، انا تنظن اللي عنده مصلحه هو البنك الدولي، يعني ملاءات البنك الدولي اللي تتقول على ان باش نعطيك الكريدي خاصك تستثمر ليا في القطاعات المنتجه، ولاو تعتبروا ان قطاع التعليم في المغرب هو قطاع غير منتج. هذه جانب من الجوانب. اذا باش ومن له مصلحه في تخريب المدرسه العموميه هي الباترونه، لانها هي التي تقود المدرسه الخصوصيه. ما كنظنش انه شي وطني مغربي غادي يبغي المدرسه العموميه تخرب. هذا الجواب له. فيما يخص النقابات، دور النقابات، انا تنظن على انه الحكومه سبق لها ان حاورت النقابات والتنسيقيات، ولنا في تجربه التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، واللي بالمناسبه هذا هو الاطار الوحيد اللي دخل الحوار ورفض الحوار في الجلسه الاولى وانسحب، وبقاو خمسه النقابات مده ديال وملي كنقولوا التنسيقيه الوطنيه راهي مده ديال 140 الف استاذ فرض عليهم التعاقد اللي خدامين بين قوسين بالكونترا، بحال خدامين في شي وزين، خدامين في الوظيفه العموميه. اذا سبقت الدوله ان استقبلت التنسيقيات، هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، هاد النقابات راها حنا تنعرفوا الطريقه التي تشتغل بها النقابه ماشي هي التنسيقيه، ف
فالنقابه تحاور كتعطي وقت كدير مهله تقوم اضرابات وهكذا، ولكن رسانه النتائج هي هذه باستثناء نقابه واحده التي لم توقع، كانت حضرات في الاطوار كامله ديال التفاوض حول هذا النظام ووضع القوانين ديالو والمواد ديالو، ولكن ما وقعتش في الاخير. فاعطانا الان المشهد في المغرب في الاسره ديال التعليم نقدروا نقولوا ينقسم الى اربعه اقسام. قسم ديال نقابات حضرت ووقعت وانقسمت الى قسمين، قسم الان يدعو الى الاحتجاج وقسم لم يدعو الى الاحتجاج بل طالب من الاساتذه الرجوع الى القسم. انا لن اسمي، انا اقول على ان النقابتين اللي كيدعيو دابا للاحتجاج ورجعوا واصطفوا مع الشغيله التعليميه فهما رجعوا لموقعهم الطبيعي اللي هو الدفاع عن الاسره ديال التعليم. مساله اخرى فيما يخص بقيه التنسيقيات والنقابه التي لم توقع فكذلك هما في كفه اخرى. فيما وكذلك عندنا تنسيقيه اخرى هي تنسيقيه الثانوي التاهيلي اللي المطالب ديالهم خاصة يتجاوب عليها، عددهم ليس بكبير، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس اللي كنمثلها الآن اللي كتضم جميع الفئات، راها المطالب ديالنا عادلة، النقابات بغينا ولا كرهنا على اعتبار هما عندهم وسط الإذاع هما اللي كيتحاوروا سيجلسون مع، ولكن يجب أن لا يضيعوا الفرصة، وهذه محطة تاريخية ستحسب على من ساهم عن قصد ولا عن غير قصد في تخريب المدرسة العمومية. سي استاذ اسمح لي نظرا لضيق الوقت اسمح لي حسن غنرجع لك نعتذر، غادي نحاول نتوجه للسي شعيب. كيفاش كتشوفوا مصير المدرسة العمومية ثم بصفتكم كرئيس فيدرالية جمعية الآباء؟ هو الوضع التعليمي بشكل عام هو يتجه نحو مزيد من التعقيد مع استمرار المحطات الاضرابيه للاساتذه في الاسبوع ديال السادس، وبالتالي الحكومه ووزاره التربيه الوطنيه اصبحتا ملزمتان بمخاطبه الاسر على اولا حول الاسباب ديال حرمان ابنائهم من التدرس في المؤسسات العموميه على غرار الزملاء ديالهم في المرفق الخاص. نجيو كذلك انا بغيت بغيت على مستوى الفضاءات ديال المدرسه العموميه، الفضاءات ديال المدرسه العموميه من اجمل الفضاءات ومن اجمل من الشساعه ديالها، لان ملي كنمشيو للقطاع الخاص كاين على البيض كاين البيض. الاشكال ديال المدرسه العموميه انها مهمله وخاصها واحد النوع ديال العنايه. مثلا الفيدراليه الوطنيه كاين واحد المجموعه ديال المبادرات في تجويد فضاءات التدرس وكذا، من المسائل البسيطه كترجع المؤسسه بواحد الحله جديده. الاشكال اللي كيبان لك بانه ما كاينش واحد المبادرات من طرف يمكن هذا الشيء كان في المدار الحضاري، اما في المدار القروي فحديث اخر. انا مولين نتابع الفضاء لا الفضاء القروي ولا الفضاء، كنمشي للمؤسسات على المستوى الميداني وخدينا مبادرات حتى في العالم القروي. تجويد فضاءات ديال التندرس حتى في العالم القروي امكانيات متواضعه وكذا، ولكن ملي كتكون الاراده راه كيما ملي كتكون كيما كنقولوا الان هذا الاشكال المطروح في اطار المدرسه العموميه هو غير اراده سياسيه ديال التفاوض ديال حل هذا المشكل. وبالتالي كيبقى هذا الضحيه هو 800 مليون ديال الكلام خارج المقاعد ديال الدراسه، وحنا في اليوم العالمي للطفل. وبالتالي هذا اشكال، فين غادي هذا الشيء؟ هاد الغضب العام على المدرسه العموميه. ملي كنذكروا على المدرسه العموميه راه كما كنقول على المستوى اولا الامتداد ديالها الجغرافي على المستوى الوطني، راه في المغرب العميق ما كاينش حاجه سميتها المدرسه الخصوصيه، هادشي راه كنشوفوها في الحواضر. ولكن خاص واحد الجهد، خاص تضافر الجهود ديال الجميع كافه المكونات، راه ماشي نقولوا حنا عن الوزاره اللي معنيه، هي اللي ما كانتش تضافر الجهود ديال كافه المكونات ملي كنقولوا راه المؤسسه بالمحيط ديالها واحتضانها وافتتاحها وانفتاحها على محيطها راه كتكون بواحد المدرسه نموذجيه. وعشنا تجربه في واحد العدد ديال المؤسسات
سواء في اصلاح الاثاث المدرسي، في تجويد الفضاءات ديال التندروس، كتلقى المؤسسات ان هذا الشيء ما كاينش في القطاع الاخر. القطاع الاخر كتلقى البيطه، راه ما عندوش تسعه. اغلب هذيك المؤسسات ما عندهاش ملاعب رياضيه، راه كدير شراكات مع المؤسسات العموميه، غير هي كتميز بالحكام. لان الاشكال ديال المنظومه ديال التربيه والتكوين هي غياب الحكام. القطاع الخاص النجاح ديالو ديال الحكمه مشكره كيخدم مع النتائج وعلى التميز اللي كيخدم معاه. بالنسبه للقطاع الوظيفه العموميه كاين واحد النوع ديال التباين. كاين هذه مهنه مرتبطه بالضمير المهني. مهنه واخا يكون فيها الزجر واخا يكون كذا راه كيدير فوق اسمه ديال الكعاج. ولكن لان مهنه مرتبطه بالضمير المهني. كاين اللي عنده ضمير كيأدي الواجب ديالو مع التلاميذ ديالو، كيأدي الساعات ديالو، وبالتالي وكاين كيما الان راه كاين اساتذه مضربين في الوظيفه العموميه في القطاع العام ويشتغلون في القطاع الخاص. واحد النوع ديال المفارقه، واحد النوع ديال المفارقه، وبالتالي ملي كنبني الدفاع عن المدرسه العموميه ماشي ما يكونش واحد الخطاب فيه واحد النوع ديال الازدواجيه، وتكون فيه واحد النوع ديال الانانيه. نحن مع المدرسه العموميه، مع المطالب المشروعه ديال كافه المكونات ديال المدرسه العموميه ولا راس الموارد البشريه. فما يمكنش يكون اصلاح وما يمكنش تزيد المؤسسه اللي ما كانتش موارد بشريه. ولكن في المقابل انه كاين الان واحد الضرر كبير اصاب الشلال اصاب المتعلمين والمتعلمين وهما المتضررين. بغض النظر على من يتحمل المسؤوليه كنلقى واحد الضرر كبير رهائن الان كنسمعوا، لانه كاين اللي غادي في الافق ديال التصعيد في التلويح بمقاطعه الفروض بعدم مسك النقط. كانت تصريحات في اطار هذا السياق، هادشي كله كيمس الوزاره ما كيمس حتى واحد كيمس التلاميذ، وبالتالي هذا اشكال. لانه هذا الصراع ديال شد الحبل ما بين الوزاره وصدر الاساتذه كنلقاو التلاميذ هما اللي جاو في اطار هذا الدروس. هذا اشكال. بالنسبه لمشروعيه المطالب اغلاق باب الحوار، ولكن التلميذ اللي ضحيه، كيفاش غنستظروا هذا الجيل كله؟ هذو هما الاطر ديال المستقبل، غيمشي معطوف في التعليمات ديالو، اش غنتظروا من هذو اللي غادي يجرو في البكالوريوس غيمشي؟ شكرا سي ابو شعيب الحرشي. غادي نترك الاخوه الزملاء. واش باقي سي بلازواق تي في شي سؤال؟ بالنسبه لقناه بلازواق تي في غتكون واحد جوج اسئله صغار بالنسبه لسي سعيد بن نار. السؤال الاول اللي هو صغير وبغينا يكون يعني في داك الشيء مختصر. اولا واش كاين شي تنسيق ما بين التنسيقيات والمركزيات النقابيه؟ ثانيا ما هي الرسالة مأنان بالنسبة للتلميذ ولآباء وأمهات التلاميذ؟ مرة أخرى قبل ما نجاوبك على السؤال عندي واحد التوضيح. ذكر الأخ حرشي مسألة أساتذة مدربين وفي نفس الوقت يشتغلون بالقطاع الخاص. إلا شفنا النسبة ديال هذو ما لقاوهاش حتى واحد فيهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني حنا تنعتبروا لانه اللي تيدير هذه العمليه فهو يساهم في تكسير الاضرابات. هذا الجانب باش نوضحوه. من يضرب في القطاع العام ويلجا للاشتغال ولو ترخيص فهو يساهم في تكسير شوكه النضال اللي الان ممتده. اذا هذا بغينا نوضحوه باش ما نبقاوش زعما نبقاو متهمين به. اللي كيقوم بهذه العمليه راه بالنسبه لنا راه داك مساله خاصه ديالو، ولكن راه عن قصد ولا عن غير قصد راه كيساهم مره اخرى في عدم تكافؤ الفرص بين ابناء الشعب المغربي. فيما يخص الرساله ديال الطمئنان، وضحنا ونوضح، لسنا كاساتذه المسؤولين عن الوضع الحالي. راه الحكومه والوزاره هي انتخبات لهذا الغرض باش تحل مشاكل المغاربه، ماشي تنتظر من الاستاذ هو المتضرر واللي جايب لي صفحه ونص العقوبات واللي ما عندوش عداله اجريه واللي مهدد في الرزق ديالو واللي ولادو حتى هما متضررين من هذا الشلل اللي تعرفوا المدرسه العموميه وبغيتي هو يلقى الحل.
اجل هو الحل ممكن. عندنا سلاح واحد هو الاحتجاج والتعبير بالحراجر ديالنا بالاصوات ديالنا بكل الوسائل السلميه اللي كيضمنها لنا الدستور المغربي والمواثيق الدوليه وسيطر على السلميه. الكره عند الوزاره اللي تيربح الوقت الوزاره الا كانوا كينتظروا تدوز الاقتطاعات في الشهر الماجي وراه غتهرس الشوكه ديال فهم مخطئين. الا كانوا كينتظروا غير بحال الوقت توصل العطله فهم مخطئين. الا كيعتبروا ان الحل غادي يطرى ليه كما داروا في ايامات كورونا يعني ما ندوزوش السادس وما ندوزوش التاسعه وانت استاذ دير اضراب ولا ما ديرش اضراب، فعندنا سمعه بلد، عندنا سمعه بلد وعندنا امتحانات اجابيه خصوصا مساله البكالوريا. راه الوليدات الشعب مقبلين على امتحانات دوليه ويلتحقوا مدارس دوليه ومدارس وطنيه اللي كتحتم اولا تكون معدلات عاليه ويكون تحصيل علمي في المستوى. اذا ما يمكنش نهائيا ان نحملوا المسؤوليه للاستاذ، بل الذي يتحمل المسؤوليه والمفروض عليه يلقى حل وراه فات الوقت. راه بهذه السياسه ديال نعتبروها الترهيب والسياسه ديال الاذان الصماء وتصريح في واد والواقع في واد اخر، كنظن على ان اذا كان الهدف منها هو ربح الوقت فان المتضرر بالفعل ماشي غير التلميذ المغربي، راه اب التلميذ المغربي اللي هو استاذ، راه اب التلميذ المغربي اللي هو استاذ حتى هو متضرر، هو رقم واحد متضرر لانه مضروب في القدره الشرائيه ديالو ومضروب في كل شيء ومضروب في ولده. فالاستاذ هنا ماشي غير الدور ديالو غير استاذ، هو اب واستاذ، فخصنا نتابعوا لهذه المساله باش وكنحيي بهذه المناسبه هذا الوعي، هذا الوعي اللي خلقوا هذا النظام الاساسي في الصفوف حتى المواطنين المغاربه. الجميع الان وعى من اللي حد الان لم نرى شي هيئه ديال تدافع عن حقوق التلميذ خصوصا الجمعيات، وما تيقولش ان من حق الاستاذ تعطى حقوقه باش ولادنا ياخذوا حقوقهم، وهذا وعي اخر. الا كان اللي حط هذا النظام الهدف منه انه نظام اساسي هدف منه هو يدير شرخ بين الاستاذ والمجتمع، فحصل العكس. وحنا راه مازال مستمرين، يمكن في الاخر ديال هذا نقولوا شنو هي. لا قلت لك راه السؤال باقي ما كملوش، هل هناك تنسيق ما بين الفيدراليات والتنسيقيات ديال الاستاذ؟ ممتاز، هذا سؤال مهم. كنظن على انه في الواضح هو ان 23 تنسيقيه تشتغل في تنسيق وحدوي ميداني مع نقابات الاف ام. هذه الجانب الاول. الجانب الثاني، هناك حوارات مفتوحه ما بين لانه طورنا الطرفين، باقي التنسيقيه الموحده نعم وباقي الثانوي التاهيلي. الان كاين جوج صور التواصل ماشي غير ما بين النقابات، ما بين التنسيقيات والنقابات وكل من له مصلحه في انقاذ المدرسه العموميه، سواء كانت اطارات سياسيه او نقابيه، لان الملف ديال او وسائل الاعلام، لان الملف ديالنا يجب ان يفهمه الجميع، يجب ان يصل الى الجميع، يجب ان يدافع عنه الجميع. شكرا لك سي سعيد. استاذ الكلمه الان غادي نحاول انني نختم لان الوقت داهمنا. لا غادي نطرح الاسئله. انا ما عنديش سؤال، انا ما عندي عليه خاتمه، لانه الخاتمه اللي غادي ناخذها انا. واحد لا واش مازال باقي مازال كيفاش يتحل هذا المشكل؟ كيفاش يتحل هذا المشكل؟ نعم راه هو مازال باقي. لا هذه سوف نخليوها في اطار دقيقه. كل واحد يسول المشكل اخوان، عندي واحد دقيقه دقيقه سي حكيم دقيقه ديال انت غتختم ان شاء الله. اي غادي نختم يعني كنبغي عندنا نقط مازال باقي النقاط، مازال باقي المطالب. تفضل مرحبا. مازال نسراني السؤال كان موضوع، انا كيسحب لك تطرح نفس الاسئله. عموما متابعينا الكرام غادي نحاولوا ممكن نوجهوا ايضا سؤال اخر، اشنا هي الرساله ديالكم او المطالب ديالكم استاذ سعيد بصفتكم انكم ممثلي عن التنسيقيه الموحده؟ تفضل استاذ. اذا انا بالنسبه لنا المطلب الاول والاساسي والجوهري هو اعتذار الحكومه على هذه التصريحات والخرجات الاستفزازيه اللي كتنقص من الوضعيه الاعتباريه للاستاذ. شرط اساسي. شفنا واحد مجموعه الدول دول عربيه مؤخرا تيخرج الوزير بكل روح رياديه من اجل مصلحه البلد ويقدم الاعتذار للمعلم والاستاذ. هذه المساله الاولى، لانه التصريحات الاخيره كلها كانت تصريحات
من مجموعه الوزارات حتى مجموعه ديال الوزارات اللي ما كينتابعوش القطار اللي تيبخسوا وتيطيحوا من القيمه الاعتباريه للاستاذ. المساله الثانيه هو الغاء وسحب هذا النظام الاساسي، راه الا ما تلغاش وتسحب هذا النظام الاساسي فراه وليداتنا وليدات المستقبل ولاد المغاربه سيتضررون الدرجه الاولى من هذا النظام الاساسي. سي سعيد بالنقطه لهذه النقطه ديال النظام الاساسي، هل اذا كان فيه يعني شي تعديل فاش سميتو، هل يعني النقابات ولا التنسيقيات يقبلوا بهذا النظام الاساسي؟ انا اولا لن اتكلم باسم النقابات، فهذيك نقابات تنسيقيه. فيما يخص التنسيقيات هو الطرف ديالهم واضح انه في الديباجه العامه ديالو تنشوفوا انه ما تيوحدش بل تيفرق وتيشرعن مساله الليونه في التشغيل وتيحول الموظف الى مستخدم، وبالتالي كنطالب بالالغاء والسحب ديالو جمله وتفصيلا. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني كنطالب بنظام اساسي متفق عليه متحاور عليه، الهدف منه هو توحيد الشغيله، الهدف منه هو ترسيم 140 الف استاذ اللي باقي بدون ترسيم، هو حل مجموعه ديال الملفات الفئويه وعلى راسهم. نعطيها مثال، كيف يعقل على ان استاذه تشتغل منذ سنة 1995 وهي رهينة ما يسمى بالزنزانة 10، 30 سنة وهي باقا في نفس الدرجة؟ المسألة هذه كنهضروا على العدالة الأجرية ومسألة أخرى، هو إلغاء هذا النظام الأساسي اللي غادي يتفرز، خصو يلغي جميع العقوبات وخصو يحدد المهام ديال الأستاذ أو المدرس، التدريس، التقويم، ثم المعالجه ديال تلك تكون ماشي مهام اضافيه، وتحديد ساعات العمل. لا يعقل عندنا ساعات تضامنيه وساعات اضافيه وممكن تجي دير تكوين يوم الاحد وايام. وفي هذا الباب دائما كنوضحوا للراي العام بحكم تجاهدنا، راه الاستاذ في المرحله راه بغاو يخليوا لي غير 22 يوم ديال العطله. وفي هذا النظام اللي كاين دابا، يعني ما كنهضروش على النظام الاساسي اللي كاين، راه قد الموظف في اي قطاع قدو ذاك في بعض الحالات اقل. رجل التعليم عنده ايام عطل اقل، لان يعني رجل التعليم راه يشتغل يوم السبت، راه ما تنحسبوا ايام السبت ونحسبوا العطل بالمقارنه مع الموظف، اذا كنلقاو على ان ايام العطل عند الاستاذ بعدا راه نازله. اذا مساله العداله الاجريه هي مساله مهمه، وإلغاء العقوبات وتحديد المهام بشكل واضح والاستجابة للفئات والمطالب الفئوية ديال كل رجال وأساتذة التعليم، وهذه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من طرف الجهة الأخرى اللي هي الوزارة والحكومة. تفضل أستاذ الزين عن موقع أشواق، شنو هو السؤال ديالك الأساتذة الكرام؟ سي سعيد، غادي ننطلق من هذه الكلمة اللي قلتي، الإرادة القوية. يحتاجون الإرادة القوية. النظام الأساسي هذا هو مربط الفرس لكن ما بينكم وما بين الوزارة، ولكن السي سعيد ما كتشوفش بأنه هناك يعني كاين هناك يعني هذا القرار الوزاري واش غادي تحل بين عشية وضحاها؟ فهمتي؟ حنا جميع القرارات الحكومة ما يمكنش، يعني خص دراسات، خص في حين ان الحكومه كتقول على لسان وزير العدل اللي خرج في احدى وسائل الاعلام مؤخرا انه كيقول ان الحكومه ماده يديها للحوار. السيد الوزير الاول قال الحكومه ماده يديها للحوار. السيد شكي بن موسى كيقول بان احنا مادين يدينا بالحوار. ف يعني هنا كنشوفوا حنايا كنقول بانه هذا المشكل ديال النظام واش ما كاينش شي حل، يعني كما الا بغينا نقولوا على الاقل كيقول لك نغلبوا على الجهه الاخرى. نغلبوا عليكم نتوما كتنسيقيه كنقابات يعني شي شويه يدير التنازل، ريتما يتحل هذا النظام، لان هذا النظام ما غيتحلش ما بين عشيه وضحاها، والا غادي نرجعوا للكلمه ديال السيد شعيب اللي قال بانه حنا كتلوح لنا سنه بيضاء الا بقينا بحال كبشد الحبل ما بين الاستاذ وما بين الوزاره، يعني حنا غادي يعني كاينه سنه بيضاء. دائما اقول السي سعيد باننا حنا لسنا مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف. تفضل. اذا تنظن على انه هذا سؤال مهم وجوهري، ما كنختلفوش على انه الحل غيكون بين عشيه وضحاها، ولكن واش
الحكومه اللي تقول هي ماده يدها للحوار، حتى التنسيقيات اللي وقعوا معاها لا ما جلسوش معاها. واش عيطت لهاد عفوا النقابات اللي وقعوا معاها على هذا النظام الان ولاو رافضين انهم يجلسوا معاها؟ لان بانت ليهم ما كايناش الجديه. كاين التعنت، وانا تنقول التعنت من طرف اخر، من طرف الحكومه والوزاره. فالخطاب شيء والواقع اشياء. هل جلست مع التنسيقيات واتفقت معهم على مده زمنيه ورجعوا الاقسام ديالنا وحدينا واحد السقف زمني وها هي النقط التي ستغير؟ حنا دابا تنشوفوا التصريحات ديال النقابيين اللي حضروا الحوار وجلسة الحوار وخرجوا اسرار الحوار، قال لك كل ما اتفق عليه لم يخرج في هذا النظام الاساسي، بل هم تفاجؤوا وقالوا على الوزاره تكذبنا. اذا حنا بالنسبه لنا ما التنسيقيات ما عيط لهم حد، ما جلس معاهم حد، ما اختلف، باقي ما وصلناش لعدد طاوله الحوار نقولوا اختلفنا على هذه النقطه ولا هذه النقطه ولا ونحدوا سقف زماني. وكما قلت المكان الطبيعي ديالنا راه هو القسم، ماشي هو الشارع وماشي نبقاو بلا خدمه. راه عندنا الاقتطاعات الغير القانونيه، راه كاين اللي كيوصل 1500 ديال الاقتطاعات، وبالنسبه لنا هذه لن تزيد الا صمود واستفزاز. والاساتذه نتجوعوا على انهم دايرين كذلك خطط من اجل التضامن بالنسبه للاساتذه اللي غيكون اكثر تضرر، وهذه المساله تستمر حتى تعود الحكومه والوزاره الى وعيها. هذا هو السي سعيد يلوح في الافق، يلوح في الافق بان رطرباج ديال الدروس ديال التلاميذ بانه غادي يكون في اطار يعني توظيف بعض الشباب في اطار ما يسمى ب اوراش. واش كاين هذه المعلومه هذه صحيحه ولا؟ اولا حنا تنعرفوا بالنسبه هذا سؤال موجه للساده يعني لكم كلكم الاولياء الاباء ولا اللي كنت انت يعني. واحد فيهم يجاوب تفضل، واحد فيكم يجاوب تفضل. هو اوراش بعد المستوى يمكن هذا كنقول لك انا استاذ يلوح في الافق. اوراش فيه 3 شهور سالة هو واحد البرنامج حكومي خاص فرص الشغل مؤقتة، واحد فترة وجيزة مثلا ناخذ نموذج ديال الإقليم الجديدة راه بدا في لو أن أف وغيسالي في لو 31 دوز لو أن 10 نورمالمون لو أن 10 وغيسالي في لو 31 دوز في 31 12 بالتالي يعني معلومة يعني ما كاينش. على ذكر ملي كنتذاكروا عن 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 استدراك الزمن المدرسي، هذا اشكال، قلنا راه مرتبط بالمقرر، مرتبط بالزمن، انا ما يمكنش في اطار هذا، راه الناس ديال الميدان، راه واحد الصعوبه بانك تستدرك واحد الزمن اللي حنا الان دخلنا في الاسبوع السادس فيه. نعم. الاسبوع السادس فيه، ملي كنقولوا بان هذا اللي دخلنا الاسبوع السادس، راه قلنا ولينا ولات الافق كتبين لنا بان راه السنه غادي تضيع، لما ما نقدناش ما يمكن انقاذه، رغم انه كاين صعوبه ديال الاستدراك، لان كاين صعوبه ديال الاستدراك، وهذا كما قلت شرف دويله ديال انقطاع ديال الاستمراريه البيداغوجيه اللي غينتج عليها التسرب ديال الهضره المدرسي، غينتج عليها الهضره المدرسي، التسرب المدرسي، لانها غتعطينا واحد النتائج عكسيه، راه ماشي سهل انه كنطرحوا مساله ديال الاستدراك، راه شتي هي كاين عندنا اعطاب في المنظومه، في التعلمات ديال التلاميذ. غير في المقرر العادي راه كاين صعوبات في التعلمات ديالهم، يا بالاحرى ملي غنجيو الان ما قراوش وغنزيدو نستدركو غاديين بواحد السرعه بواحد الفتره حنا واحد لافيتاس واحد السرعه قصوى، بالخصوص ملي كنذاكرو على السنوات الاجاليه وبالخصوص الثانويه راه كتبان لك يعني بحال غادي نخرجوا السي شعيب غادي نخرجوا الى كاع الى تحل المشكل ديال النظام الاساسي غادي نطيحوا في المشكل ديال لابراباج. غنلقاو صعوبات، ولكن هنا الوزاره الوصيه مطالبه باش تعطينا يخرج الوزير الاول ولا وزير التربيه الوطنيه انه يعطي توضيحات ما مصير السنه الدراسيه كيفاش غنستدركوا هذا الزمن. هذا راه خصو اجوبه تربويه ماشي انه مشكل تقني غنلقاو ليه مثلا المعالجه، ولكن هو راه داخل في الصميم ديال التربيه والتكوين. بالنسبة لقناة بلاز وقت تيفي بدورنا كنشكروا سعيد بنار عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والسي الحرشي بشعيب رئيس الفرع الإقليمي
للفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء أولياء التلاميذ بالمغرب، وكذلك السي حسن حاتمي رئيس الجمعية المغربية مدقيش أرضي للدفاع عن الحقوق والحريات. السلام عليكم. إذا أنا لازلنا معك، لازلنا معك أستاذ، لازلت قناة الحوار بريس أيضا وبلانكا والموقع المواقع الآخرين معك. إذا غادي نحاولوا ما يمكن نستغلوا الفرصة ونرجعوا مع السي بشعيب. السي بشعيب الحرشي، وغادي نرجع لك أستاذ يعني بطبيعة الحال، لأن غادي نحاولوا. سي الحرشي، ما هي الرسالة والمطالب لآباء وأولياء التلاميذ؟ بصفتكم كرئيس وانا مستمر هذا الاحتفال، الحكومه مطالبه بشرح ومناقشه الاجراءات الحكوميه المرتقبه، نعم، اللي يمكن اتخاذها من اجل ضمان استمرار السنه الدراسيه، اللي هذا هو المطلب الاساسي ديال الاباء وديال الامهات، هو عوده التلاميذ، عوده المتعلمين والمتعلمات للفصول الدراسيه ديالهم، لان يعني هذا هو المطلب، وكيفيه استدراك هذا الزمن المراهق، لانه ماشي على لانه باب الحوار غير بانه لا الوزاره ما استدعتش حتى التمثيليه ديال الامهات واباء اولياء التلاميذ لتعطيهم واحد النوع ديال التوضيحات من اجل الاطمئنان على المصير ديال السنه الدراسيه ديال الابناء ديالهم. لحدود الان ما كاينش شي جديد فيما يخص الافق ديال السنه الدراسيه، بحيث ما كتبان الاضرامات مستسهله، حنا غادي ندخل الاسبوع السادس، كتبان لك الاحتقان كيزيد، التوتر كيزيد، والمصير ديال السنه الدراسيه كما يقال على كف عفريت التالي، كيبقى التساؤل ما مصير السنه الدراسيه. بالنسبه للاستاذ سعيد، ايضا ممكن انك هل من اضافه، هل من مطالب ايضا مازال ما طرحهاش يعني في النقاش؟ ممكن بالنسبه لي غير المساله ديال ما تلوح به الوزارة، مسألة أوراش تعويض الأساتذة، مسألة تقنيا غير ممكن، إلا اعتبرنا الإضراب غير ديال 100,000 أستاذ، كيفاش غتعوضيه ب 100,000 موجز في الوقت اللي هذا النظام الأساسي دار تسخيف ديال سن التشغيل في 30 سنة، وهذه مشكلة أخرى. إذا ولاد الشعب اللي عنده، كنعرفوا أن قانون الوظيفة العمومية كان كيوظف حتى 45 سنة، وكاين الحالات الاستثنائيه اللي كتمشي من 45 حتى 50 سنه. الان في 30 سنه، في الوقت اللي في الوزاره عندنا الناس نعتبرهم ديناصورات. فات 70 سنه و 80 سنه وفيه التشبيب. فكيفاش هذا القطاع بالضبط اللي هو قطاع خاصنا المردوديه وخاصنا الشباب وخاصهم يفوتوا 30 سنه، وفي الوزاره والناس اللي تيسيروا كاين السن ما واصل تجاوز السن، بالعكس كاين اللي وصل لسن التقاعد ومع ذلك مستمر. إذا هذه المسألة ديال الأوراش هي مسألة حتى تقنيا غير ممكنة، فتبان على أن الوزارة تتخبط من الاقتطاعات، من التهديد، من الاستفسارات، من واحد مجموعة الإجراءات، وزادت تبغى تكملها بالمسألة ديال الأوراش. كنظن ماشي هذا هو، ماشي هذه هي النية لإيجاد حلول. الوزارة خاصها تفتح حوار، بغات ولا كرهت خاصها تفتح حوار، وخاصها تعجل بالحوار مع ممثلي شغيلة تعليمية، وتوضع سقف زمني لوضع نظام أساسي متفق عليه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن هذا الزمن المدرسي تتحمل مسؤوليته الوزارة وليس نعم. بالنسبه للسي حسن، بصفتكم كحقوقي، شي اضافه ممكن كيف ما سبق وقالوا الاخوان وكما قالوا الاساتذه الكرام، هل من اضافه بخصوص هذا المنحني ديال السؤال؟ تحيه لك مره اخرى. بالنسبه للاضافه ديالي، ربما كان عندي واحد التدخل في واحد التوضيح، ولكن نتكلموا مثلا على المشاريع اللي جات بها الوزاره، المشاريع الفاشله، واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي كانت ستكون، ولكن هما دائما كيمشيو العكس، شو المصلحه ديالهم ربما الشخصيه. فانا كنقول الحكومه كما قلت سابقا، حكومه نعتبرها من عدم هذا وجود حوار جاد ومسؤول مع الاساتذه والاستاذات للاطر الاداريه والتربويه للتعليم، انهم ناس منتخبين، انتخبوا من اجل ربما بين قوسين المصلحه، ماشي المصلحه الخاصه، ماشي المصلحه العامه، لان من اللي صوتوا عليهم الشعب المغربي،
وانتخبوهم يمثلونا، خاصة الناس يكونوا يعني في يعني كما يقال ان الرجل المناسب خصو يكون في الوقت في المكان المناسب. ولاحظنا مؤخرا كما قالوا الاخوان ان واحد المجموعه ديال الخرجات ديال الوزراء سواء تابعين للقطاع او خارج عن القطاع تيخرجوا خرجات استفزازيه، يعني كلام موضوع في جهه وهما كيتكلموا في جهه، هذا ما يزيد الا يزيد الطين بله. بالنسبه للمطالب ديالنا كحقوقيين يجب ايجاد حل جذري من خلال واحد الحوار مع جميع الفرقاء، يعني هاد الفرقاء غتكون بديك المقاربه التشاركيه مع تمثيليه مع الجهات اللي كتمثل النقابات اكثر تمثيليه، ومع كذلك التنسيقيات اللي شفناهم كان واحد يعني واحد الحراك اللي هو اعطى واحد يعني واحد الصوره من ناحيه ديال الحضاره والمساله ديال 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 الخطاب ديالهم كان موجه مباشره للمطالب ديالهم اللي هي كتعتبر عادله ومشروعه. فما دام هاد الناس كحكومه كمسؤولين سواء في الوزاره او كحكومه بصفه عامه ما دام كيتملصوا وكيديروا لغه سياسه التسويف او الهروب الى الامام فهم نعتبرهم حكومه فاشله. لان الانسان ملي كيكون كيطالب الحق ديالو وضروري كيوجه واحد الرساله للمسؤول او للمسؤولين، خاص يفتح واحد الحوار بلا ديك لغه الخشب بلا ديك سياسه التسويف بلا الهروب الى الامام. لاننا حنا كنقولوا في دوله الحق والقانون، دوله المساواه، دوله المؤسسات، في عهد جديد، في دستور جديد، يعني واحد مجموعه ديال الامور اللي سمحنا كنعيشو فيها، يعني سدي او غلقنا ملف ديال الماضي، الان في ملف جديد اللي هو دستور جديد، دوله اللي كانت تعتبر من الدول اللي غاد الحمد لله في واحد القطاع ديال التنميه، حتى المجتمع المدني بجانب يعني المؤسسات جلالة الملك يعني الجميع، ولكن كنجيو نشوفوا هاد الحكومه التعنت ديالها والعزرفه ما كتزيد الا التعنت، ما كيزيد الا امور اللي ما كتكونش مصلحه ديال البلاد. البلاد ديالنا كنطمحوا نعيشوا ويعيشوا وليداتنا من خلال يعني ذاك الحوار، من خلال ديك الفتح يعني ذاك المقاربه التشاركيه مع الفرقاء، فتكون الامور ان شاء الله من حسن الى احسن الى تحل، ورجعوا الوليدات ديالنا للمدرسه العموميه. شكرا. لان الوليدات ديالنا بغيناهم يقراوا بهذا المصطلح، لان اولادهم هما تيقراوا في مدارس حره خاصه، مدارس عليا، ملي تينجحوا تيمشيو للدول الاوروبيه او الامريكيه تيقراوا، ويجيو كما قالوا واحد المجموعه ديال وخاصه الوزير اللي خرج هذيك امور استفزازيه، يعني واحد المجموعه ديال الخرجات. فهذا الشيء كنتاسفوا ليه، كنتاسفوا لجميع المغاربه، لان الشعب المغربي يعني الان الكل كيتكلم على هذا المشكل، وزاره المشكل الوحيد ما قدروش يحلوه. وانا كنتسائل ما فهمتش كيفاش المصير ديال يعني ديال واحد المجموعه ديال القطاعات، مادام مشكل بسيط لوزاره التربيه والتعليم ما قدروش يحلوه. اذا واحد المجموعه ديال المغالطات كدوز، واحد المجموعه ديال القوانين كتصادقوا عليها، واحد المجموعه ديال الامور كتتمرر على المغاربه. فين غاديين بهذه البلاد؟ اتقوا الله في هذه البلاد. شكرا سي حسن. سي سعيد شي كلمه اخيره في 30 ثانيه تقريبا. الكلمه الاخيره بالنسبه لي كنظن ان مشكلتنا كاينه في التواصل ثم التفاوض. هذه واحد الرساله بغينا نوجهها للوزارة، أنت من خلقت المشكل، أنت من المسؤول على إيجاد الحل. رسالة ثانية، النقابات سواء التي وقعت، سواء التي تدعو الإضراب، سواء التي دعت الشغيلة للالتحاق بالأقسام، سواء التي لم توقع، التاريخ سيسجل. مسألة الرسالة الأخرى إلى التنسيقيات، حتى واحد ما باستطاعته يضوي البلاد بوحده. الوحدة ثم الوحدة من أجل البلد، من أجل المدرسة العمومية. رسالة للمضربين،
اساتذه المدربين مزيدا من الصبر والصمود، من ليس من اجل مصلحتكم بل من اجل مصلحه ابناء هذا الوطن ومن اجل هذا الوطن. رساله لغير المدربين، انتم تساهمون بقصد او عن غير قصد في تعطيل حل هذا الملف. ورساله للاباء وامهات التلاميذ، حينما تبدو وتظهر جليا الحلول فاعلموا ان ابناءكم وابناءنا سنجد جميعا صيغ وحلول من اجل انقاذ هذا الهدر المدرسي الذي الان نقدروا نقولوا احنا في الاسبوع السادس. رساله اخرى لرجال الاعلام، لوسائل الاعلام النزيهة والمسؤولة أن تنقل الخبر وتساهم بدورها لأنها مسؤولة. رسالة كذلك إلى كل المثقفين وكل الهيئات السياسية والحقوقية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه هذا الملف، لأننا كلنا في سفينة واحدة. وتحية شكراً لكم. شكرا شكرا أستاذ سيف شعيب الحرشي. مازال ما عندك ما تضيفش في 30 ثانية باختصار، يعني ربما داهمنا الوقت. هو نأمل أنه يكون الفرج قريب، لأننا نحن الآن في الأسبوع السادس في الإدارات، وبالتالي قد ما عجلنا من فتح الحوار وإيجاد حلول متفق عليها وعودة المدارس، عودة التلاميذ لمقاعد الفصول الدراسية ديالهم، وبالتالي توضيحات بخطط يمكن تعوضها التأخر المسجل في البرنامج الدراسي من أجل شكرا الموسم الدراسي. شكرا سي حسن. في 30 ثانية وأقل ربما لأن الوقت داهمنا، شي كلمة أخيرة أو رسالة بسيطة للأمة يعني بصفتكم أنت كحقوقي ل آخر يعني كلمة أخيرة اللي ممكن نقول، وهي قلت سابقا ولكن نزيد نكررها، يجب إيجاد حل جذري ومسؤول مع الأساتذة المدربين والأستاذات من أجل الوصول إلى هذا الحل، باش هاد الوليدات للمدرسة العمومية باش يرجعوا يقراوا، لأن المسؤولية الأولى هي الوزارة بجانب الحكومة. لذلك فالمدرسة العمومية كنشوفوها من خلال هاد المشاكل اللي كنعيشوها وهاد هضرة الزمن المدرسي وهاد الأمور كلها اللي كنسمعنا كنتكلموا عليها، راه عندنا خصهم يكونوا على 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 علم وما عارفين هادشي، راه عندنا خصوم، راه عندنا ناس هاد البلاد، عندنا جيران وعندنا كذلك خصوم خارج يعني حتى ماشي جيران، تيحسدونا على التنمية وعلى القاطرة اللي غادي فيها المغرب من خلال التوحد، من خلال الوحده، من خلال التضامن، من خلال يعني المسؤوليه، من خلال واحد مجموعه ديال الاشياء اللي كتصب في مصلحه المواطن والوطن. فلذلك نطالب بين الحكومه بالتدخل من اجل حل هذا المشكل، لان هو المشكل للاساتذه والاستاذات وهذه الاضرابات هي حق مشروع تخولوا لي من الدستور المغربي. شكرا. تخولوا لي المواثيق الوطنيه والدوليه. شكرا سادتنا الكرام. شكرا سي حسن حتيمي اللي هو رئيس الجمعيه المغربيه ما تقيش ارضي للدفاع عن الحقوق والحريات، وايضا للاستاذ سي سعيد بنار عضو التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم بالمغرب، وايضا للاستاذ حرشي بوشعيب رئيس الفرع الاقليمي للفيدرالية الوطنيه للجمعيات وامهات واباء واولياء التلاميذ بالمغرب بفرع الجديده بالطبع. شكرا متابعينا الكرام، كنتم معنا في هذا اللقاء الخاص لنقل قضايا واراء بخصوص الاساتذه المضربين. نضرب لكم موعد ان شاء الله في بث اخر ولقاء اخر، مع التحيه الى اللقاء.